بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلاوية وبيت كل الناس. الحقيقة النهاردة عندي كلام كتير جدا عايز أتكلمه مع حضراتكم، وحاجتين مهمين جدا. أولا افتتاحات النادي الأهلي واللي بيحصل داخل النادي الأهلي من تطورات كبيرة جدا جدا في النواحي الإنشائية داخل النادي الأهلي، ده هتكلم مع حضراتكم فيه. وإن شاء الله في الجزء الثاني هحاول الحقيقة أجيب مع لحضراتكم كابتن سيد عبد الحفيظ، هتكلم معاه عن حاجتين مهمين جدا جدا خلال الأيام اللي فاتت، والحاجتين دول هيأثروا علينا خلال الفترة اللي جاية. ولكن خليني أرجع للموضوع الأول. النهاردة الحقيقة في الشيخ زايد، واستكمالا لسلسلة الإنشاءات والمشروعات اللي بيتم افتتاحها خلال الفترات الأخيرة، سواء من مجلس إدارة النادي الأهلي السابق أو مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، زي ما حضراتكم شايفين إنشاءات في أو افتتاحات إنشائية في كل فروع النادي الأهلي. ولكن النهاردة تحديدا كان هناك افتتاح مجمع الصلاة في فرع الشيخ زايد. طيب، ومجمع الصلاة طبعا كان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومعاه كل أعضاء أو معظم أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، الأستاذ خالد مرتجي طبعا، والأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، والمهندس سامح، وبقية أعضاء مجلس الإدارة اللي كانوا متواجدين في هذا الافتتاح لمجمع الصلاة الرائع زي ما حضرتك شايف كده. وأنا بقول لحضراتكم الكلام ده لأنه بعد كده أنا هتكلم في كلام مهم جدا 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 عايز أتكلم فيه مع جمهور النادي الأهلي. ولكن خلينا الأول ننبسط بهذا الشكل، خلينا ننبسط بكمية الإنشاءات اللي موجودة اللي بتخدم النادي الأهلي وبتخدم مصر، بتخدم النادي الأهلي وبتخدم مصر. دي مهمة جدا جدا الكلمة اللي أنا بقولها دي أو الكلمة اللي أنا بقولها دي. كمية المواهب اللي حضراتكم شايفينها دول أهلوية ولكنهم مواطنين مصريين كلهم بيتمرنوا في النادي الأهلي في مجمع الصلاة الجديد، سواء الكاراتيه أو الاسكواش أو بقية المجمع اللي تم افتتاحه النهاردة زي ما حضراتكم شايفين. ده الكاراتيه بس، ده الكاراتيه بس. هما دول اللعيبة اللي حضراتكم أو المواهب اللي حضراتكم شايفينها دي بتنتمي للنادي الأهلي ولا بيروحوا معظمهم لمنتخب مصر؟ أنا مش عايز بس أكثر فرحة الناس بإنشاء أو إنشاءات كبيرة جدا ومهمة جدا في الشيخ زايد، وعد بيها مجلس إدارة النادي الأهلي في السابق، والحقيقة استكملت في أو تم افتتاحها في مجلس الإدارة الحالي زي ما حضراتكم شايفين. حاجة في منتهى الجمال كان افتتاح مجمع الصلاة في فرع الشيخ زايد في حضور اللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، نائبا عن وزير الشباب والرياضة، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وبقية الموجودين الحقيقة. وزي ما حضراتكم شايفين حاجة جميلة جدا جدا وحاجة في منتهى الروعة، صلاة على أعلى أعلى مستوى، على أعلى أعلى مستوى. سكواش زي ما حضراتكم شايفين، حاجات مهمة جدا 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 في عالم الرياضة المصرية المصرية. يعني إيه؟ يعني النادي الأهلي لما بيتكلم أو بيعمل حاجة ما بيعملهاش عشان خاطر النادي الأهلي، بيعملها طبعا عشان أعضاء الجمعية العمومية اللي في النادي الأهلي، ولكن لأن أعضاء الجمعية، ودي كانت طبعا كابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة كانوا موجودين في صالة تنس الطاولة اللي تم افتتاحها أيضا، وكانت هنا جودة لاعبتنا العملاقة الصغيرة في السن الحقيقة والمعجزة، كان تمت 15 سنة واتعمل لها عيد ميلاد، مفيش عيد ميلاد أحلى من كده. كابتن خطيب والمهندس خالد وأعضاء مجلس الإدارة كلهم موجودين يا هنا، فحاجة جميلة جدا. بالمناسبة هنا جودة دي نتاج إنشاءات النادي الأهلي أو نتاج إنشاءات صالات النادي الأهلي اللي موجودة في كل فرع. تخيل حضرتك لو ما كانتش البنية التحتية اللي بيعملها النادي الأهلي جوه فروعه المختلفة أو جوه مقراته المختلفة كانت موجودة بهذا الشكل، كان ممكن نفقد سهل جدا، كان ممكن نفقد موهبة زي موهبة هنا جودة ومواهب أخرى كثيرة جدا في الجمباز. زي ما حضراتكم شايفين الحاجات دي ما بتلاقوهاش في أي نادي، الصالات دي ما بتلاقوهاش في أي نادي. أنت اللي حضرتك شايفه ده كلام بيكلف ملايين وملايين الجنيهات. هتكلم مع حضراتكم في النقطة دي دلوقتي، لأن النقطة دي وأنا هقول لحضراتكم مفاجأة.
هقول لحضراتكم دلوقتي مفاجأة. أنا الحقيقة وأنا قاعد بتفرج على هذا الافتتاح ووجود كل أعضاء المجلس ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمجموعة اللي موجودة كلها الحقيقة، مي إيه موجودة ودكتور محمد سراج، الكل موجود الحقيقة، وقد إيه هم فرحانين بهذه الطفرة الإنشائية اللي موجودة داخل النادي الأهلي في كل مقراته. وأنا هوري حضراتكم دلوقتي هو إيه اللي حصل في التجمع الخامس، هو إيه اللي حصل. مهندس سيف الوزيري طبعاً رئيس مجلس إدارة شركة استادات، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي أثناء وصوله لحضور هذا الافتتاح صالة أو صلاة مجمع الصلاة في الشيخ زايد. زي ما بقول لحضراتكم أنا شوية وحوري حضراتكم والنادي الأهلي عمل إيه خلال هذه الفترة، إيه الحاجات اللي عملها النادي الأهلي خلال الأربع سنوات اللي فاتت. زي ما حضراتكم شايفين تهنئة المهندس سيف الوزيري للدكتور سعد شلبي ولأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بافتتاح الصلاة في فرع الشيخ زايد. طيب النادي الأهلي عمل إيه تاني؟ أنا بس وأنا بتكلم مع حضراتكم كده لازم لما بنيجي نتكلم بمنطق وبعقل، بمنطق وبعقل. النادي الأهلي، مقر النادي الأهلي في الجزيرة، إيه اللي حصل فيه من إنشاءات؟ مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس، إيه اللي حصل فيه من إنشاءات؟ مقر النادي الأهلي في مدينة نصر، إيه اللي حصل فيه من إنشاءات؟ حوري لحضراتكم دلوقتي وأنا بتكلم مع حضراتكم إيه اللي حصل. تخيل حضرتك التكلفة اللي عملها مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الأربع سنوات اللي فاتوا علشان يطلع الإنشاءات والصلاة اللي حضراتكم هتشوفوها في كل المقرات، وأنا هشرحها لحضراتكم وأنا بتكلم. تخيل حضرتك أنا راجل بحب أسأل في التفاصيل شوية، بحب أعرف التفاصيل. ده في مقر النادي الأهلي في الجزيرة، فحضراتكم زي ما أنتم شايفين أبواب بقى، بوابات وكل حاجة موجودة، دي جديدة. وإحنا بنتكلم كده مع حضراتكم بنتفرج، هي الحاجات دي بتتكلف فلوس ولا النادي الأهلي بيعملها تبرع الناس بتتبرع له؟ لا، النادي الأهلي بيدفع من ميزانيته كل سنة مبالغ مالية طائلة طائلة علشان الإنشاءات اللي حضراتكم شايفينها دي بتخدم أعضاء الجمعية العمومية اللي موجودين في النادي الأهلي وبتخدم البلد. ده أهلي زايد حضرتك، بص الحاجات الجديدة اللي بتتعمل في أهلي زايد وشوف التطور في الإنشاءات بشكل كبير جدا إزاي. طيب هو ده منين يا جماعه كله؟ طب انت عايز توصل لايه يا اسلام؟ هقول لحضراتكم انا عايز اوصل لايه؟ هقول لحضراتكم حالا انا عايز اوصل لايه؟ واحنا بنتكلم او احنا بما اننا عند الشيخ زايد او في فرع او في مقر الشيخ زايد، عايز اقول لحضرتك ان الصالات اللي بنيها النادي الاهلي سواء تنس طاوله، خلينا نتكلم عن تنس الطاوله، النادي الاهلي مقدم 150 لاعب ولاعبه في السنوات القليله الماضيه لمين؟ لمنتخب مصر. النادي الأهلي النواة الرئيسية لكل المنتخبات الوطنية في كل الألعاب. لو اتكلمت على الكاراتيه، النادي الأهلي مقدم من 170 ل 190 لاعب على مدار السنوات القليلة الأخيرة. لو اتكلمنا على الجمباز، شوف أعداد النادي الأهلي مقدم للمنتخبات الوطنية قد إيه؟ سواء جمباز او سكواش او تنس طاوله او كاراتيه، انا بوري لحضراتكم الحاجات اللي تم بنائها خلال الفتره الاخيره. لماذا هذا التعنت مع النادي الاهلي؟ هتقولي تعنت يا عم اسلام، النادي الاهلي هو بيبني في كل حته وبيعمل كل حاجه. ايوه، ولكن مش النادي الاهلي تابع لوزاره الشباب والرياضه؟ النادي الاهلي بيصرف من جيبه ولكن تخيل حضرتك لما يبقى فيه هناك مطالبات، وانا الحقيقه حبيت ان انا اسال في الموضوع ده عشان اعرف بس هو النادي الاهلي ده بيعمل حاجات دايما بتبقى فوق المتوقع. اللي على اليمين فوق في اهلي الجزيره ده مبنى اللاعبين او اوض غرف خلع ملابس اللاعبين، والتجهيزات اللي حضراتكم شايفينها على الشمال دي موجوده في الشيخ زايد، تحت شويه اهلي التجمع، مقر النادي الأهلي في التجمع، والحاجات الكتيرة جدا اللي مبنية زي ما حضرتك شايف فوق المليار
و100 مليون جنيه مصري خلال الاربع سنوات اللي فاتت دفعهم النادي الاهلي، دفعهم النادي الاهلي علشان يبني الحاجات دي لاعضاء جمعيته العموميه ويطلع هؤلاء الابطال. تخيل حضرتك ان هنا جوده دي طالعه من الصالات اللي بنيها النادي الاهلي، تخيل حضرتك ان جيانا فاروق دي من الصالات اللي بنيها النادي الاهلي اللي كلنا بنحتفل بيها واللي وزاره الشباب والرياضه احتفلت بيها جيانا واللي الدوله المصريه بالكامل احتفلت بيها، وقد ايه كنا مبسوطين لما خدت ميداليه اولمبيه، وقد ايه ان النادي الاهلي كان له الدور الاكبر في صنع هذه البلد، هذه البطله الكبيره. طب انا بقول كل الكلام ده ليه؟ بقول لحضراتكم كل الكلام ده لاني سالت في الموضوع من كذا حته ومن كذا اتجاه. طيب هو مش من المفترض ان وزاره الشباب والرياضه تساعد النادي الاهلي على كل هذه الامور، على كل هذه التكاليف؟ وبالمناسبه دي مش بدعه. انا ليه بقول لحضراتكم الكلام ده؟ لانه لما سالت، انا بقالي يومين بسال في هذا الموضوع، بقالي يومين بسال في هذا الموضوع لغايه لما عرفت النهارده كمان في الافتتاحات دي، الفلوس الكتيره اللي بيدفعها النادي الاهلي دي مش لازم يكون. وكمان عرفت ان النادي الاهلي بيبعت مطالبات من شهر 6 اللي فات لغايه شهر 11 ده ومحدش بيرد من وزاره الشباب والرياضه. وبالمناسبه انا لما اتقال لي كده عايز اقول لحضراتكم بعض الكلام اللي اتقال لي في هذا الامر. اتقال لي ان اصل سياده الوزير تحديدا، هو انا برد وبقول، اتقال لي ان سياده الوزير ما بيشجعش النادي الاهلي عشان كده ما بيطلعش اي فلوس للنادي الاهلي. قلت لهم لا لا، ما ينفعش نقول كده، لانه سياده الوزير هو رجل دوله، رجل دوله، هو ممكن يكون ناسي بس، فاحنا بنفكر سياده الوزير ان النادي الاهلي عمل كل هذه الانشاءات ومحتاج ان هو ياخد الفلوس بتاعته من خلال هذه الانشاءات، زي ما حضرتك كنت، زي ما الوزاره بتدي لكل الانديه. وانا لما اتقال لي اصل سياده الوزير ما بيشجعش النادي الاهلي، قلت لهم لا، ما حدش يقول الكلام ده، سياده الوزير ده رجل دوله، والدوله ممثله طبعا في سياده الوزير عارفه كويس جدا جدا الدور اللي بيقوم به النادي الاهلي في هذا الامر والفلوس اللي بيدفعها النادي الاهلي ويتحملها من ميزانيته ومن ميزانيه اعضائه. وبالتالي لا، انا متاكد لما حد سالني قلت لهم لا يا جماعه، تلاقي بس سياده الوزير ناسي، لانه رجل محترم ورجل دوله وبيقف مع كل الانديه وبيقف على كل الانديه على مسافه واحده، ولان ده دوره ما بين الاهلي زيه زي ما بقيه الانديه اللي موجوده بالنسبه للفلوس اللي بياخدها. لكن هو ممكن يكون ناسي بس، او فاحنا بنفكر سياده الوزير ان النادي الاهلي بيبعت مطالبات من شهر 6 اللي فات لغايه النهارده ومحدش بيرد على هذه المطالبات، او يمكن ما وصلتش لسياده الوزير فاحنا بنقول له، واحنا بنعرف نرد كويس جدا عن سياده الوزير هنا، بنقول لا، هو رجل دوله ويقف على مسافة واحدة من الجميع، وهنشوف نتاج ده خلال الأيام اللي جاية. كمان النادي الأهلي من حقه زيه زي بقية الأندية. هو ليه حضرتك بتدي أو ليه الوزارة بتدي بقية الأندية وما بتديش النادي الأهلي؟ عشان الأندية التانية متعسرة؟ مش ذنبي حضرتك، مش ذنبي إن أنا ميزانيتي مظبوطة وماشي كويس وماشي مستقر وعندي انتخابات وبتعدي وبخدم أعضائي على فكرة وبعمل كل حاجة. هو محمود الخطيب مش بياخد الحاجة دي ولا مجلس الإدارة؟ بس عشان ما حدش يقول ما مجلس إدارة النادي الأهلي مش بياخد الحاجة دي ويحط الفلوس في جيبه. خليني أقول لحضرتك أو أقترح اقتراح سيادة الوزير، النادي الأهلي اللي عمل كل الإنشاءات دي أو معظم هذه الإنشاءات هي هيئة وطنية، هيئة وطنية كبيرة جدا ومؤسسة كبيرة جدا في مصر، الهيئة الهندسية. الهيئة الهندسية ليها فلوس، النادي الأهلي عليه فلوس للهيئة الهندسية. ممكن حضرتك ما تدخلش الفلوس النادي، ممكن حضرتك تدفع الفلوس للهيئة الهندسية على طول، لأنه النادي الأهلي كل، أنا الحقيقة لما سألت اليومين ثلاثة اللي فاتوا صدمت من المبالغ اللي اتدفعت والوزارة لم تدفع مليم واحد في هذه الأمور على الأقل الفترة الأخيرة، على الأقل الفترة الأخيرة. فيا سيادة الوزير من فضل حضرتك أنا عارف إن أنت ناسي، أنا عارف بس إن أنت ناسي، وفي حاجة كمان حضرتك ناسيها أو الوزارة ناسيها أو محدش قالها لحضرتك معرفش، لكن تخيل حضرتك والوزير كان ناسي، سيادة الوزير ناسي حاجتين،
ناسي ان هو يطلع الفلوس للنادي الاهلي اللي من حق النادي الاهلي ان هو ياخدها بناء على الانشاءات اللي بيعملها من خلال الايام اللي فاتت لغايه دلوقتي. الحاجه الثانيه، تخيل حضرتك، تخيلوا حضراتكم ان من المفترض على وزاره الشباب والرياضه ان هي تكافئ اي نادي بياخد بطوله قاريه او بطوله عالميه. تخيل حضرتك ان البطوله التاسعه القاضية ممكن محمد مجدي قفشه لم تكافئ الوزاره النادي الاهلي على فوزه بالبطوله القاريه اللي رافع فيها اسم مصر في اعلى مكانه، ودي لائحه الوزاره مش لائحتي ولا انا بقول ادي النادي الاهلي فلوس كده، لكن دي لائحه الوزاره، لائحه الوزاره اللي يرفع اسم مصر عاليا في مسابقه قاريه او مسابقه عالميه ياخد مكافاه قد كده. فهو الوزير ناسي، انا متاكد لانه رجل دوله ويقف على مسافه واحده من الجميع، لازم اقول الكلمتين دول طبعا، فهو ناسي. فاحنا بنفكر بس الوزاره او مجموعه الاعلام اللي موجوده في الوزاره من فضل حضراتكم في حاجتين، النادي الاهلي ليه فلوس عشان المباني الكتيره نساعد في الدعم الانشائي للنادي الاهلي، بس دي حاجه زي ما زيه زي بقيه الانديه، احنا ما مش على راسنا ريشه زي ما بيتقال، ولا لا خالص خالص، احنا كل اللي عايزينه ان احنا ناخد حقنا. الحاجه الثانيه ان النادي الاهلي ما خدش مكافاه الوزاره على البطوله التاسعه، بطوله دوري ابطال افريقيا التاسعه، ولا العشره، ولا البرونزيه، ولا السوبر الافريقي الاخير. ولائحه الوزاره اللي بتقول هذا الكلام مش انا يعني مثلا ايه بقول يا جماعه او انا بتجنب، لا، لوائح الوزاره واللوائح في الوزاره بتقول هذا الكلام. فانا عارف ان سياده الوزير ناسي هذا الامر، او المجموعه المختصه بهذا العمل في الوزاره هي ناسيه هذا الامر، فاحنا بنفكر حضراتكم. زي ما الابطال الاولمبيين كده ما بياخدوا اللي بيجيبوا ميداليات فهم بياخدوا مكافئات، مش الوزير بيجيبهم وبيتصور معاهم وبيكافئهم؟ نفس الموضوع بالظبط، النادي الاهلي بيرفع اسم مصر عاليا سواء عالميا بالفوز بالبرونزيه مؤخرا في كاس العالم الاخيره، واتنين بطول افريقيا مع بعض. ادي الموضوع في منتهى البساطه. فانا متاكد ان يعني هو ميس اندرستاندنج او الناس بس مش عارفه تتواصل، فاحنا بنفكر حضراتكم، بنفكر حضراتكم لكل من له علاقه بهذا الامر في الوزاره حاجتين بنفكر حضراتكم بيهم وهنفضل نتكلم فيهم طوال هذا الاسبوع. النادي الاهلي وحقه في الدعم الانشائي بهذا التطور الكبير اللي بيتواكب مع كل التطور الانشائي اللي موجود في مصر كلها، في جمهوريه مصر العربيه كلها. اذا كان النيل هو حياه مصر، فالنادي الاهلي هو اللي دايما بيدي لكل المنتخبات المتضايقه شريان الحياه الرياضيه في مصر، النادي الاهلي بيمد كل المنتخبات بالابطال والاولاد، لانهم في النهايه اولاد مصر وانتمائهم الخاص للنادي الاهلي، ولكن الانتماء الكبير الفريم الكبير لعالم بلدنا، لعالم مصر، وليس شيء اخر. وياما النادي الاهلي محدش يزايد على هذا الكلام، لانه الكلام بقى في الموضوع اللي جاي برضه هيبقى فيه كلام من هذا الاطار. محدش يزايد على النادي الاهلي، ومحدش يتكلم على النادي الاهلي ان النادي الاهلي والمنتخبات الوطنيه وكذا وكذا، لا، النادي الاهلي هو اكبر داعم للمنتخبات الوطنيه بسلسله الانشاءات اللي بيعملها في كل مقراته مبدئيا في كل الالعاب مش في كره القدم بس. فاحنا بنفكر سيادة الوزير وبنفكر كل العاملين في الوزارة من لهم علاقة بهذا الأمر، من فضل حضراتكم الدعم الإنشائي للنادي الأهلي لو يستحقه النادي الأهلي، وأنا عارف أنه هو يستحقه عشان بعد كده هنطلع نقول الأرقام اللي صرفت لبقية الأندية ولم يصرف شيء للنادي الأهلي، مش ذنبي أن أنا مستقر ومش ذنبي أن أنا كويس، ده في أندية كاملة اتبنت من دعم الوزارة، وأنا هنا ما بتكلمش على حد، أنا بتكلم بشكل عام، انا ماليش دعوه بحد، دي حاجه ما تخصنيش، الوزاره شايفه رؤيه معينه ما عنديش مشكله فيها، ولكن من فضل حضرتك النادي الاهلي صرف مليار وشويه في هذه الانشاءات وله حق. النادي الاهلي له مكافئات البطوله التاسعه والبطوله العاشره، بطوله دوري ابطال افريقيا التاسعه والعاشره، وله السوبر الافريقي، وله كاس العالم للانديه، برونزيه كاس العالم للانديه. من فضل حضراتكم ما تنسوش هذا الامر،
سيادة الوزير، أنا متأكد أنه رجل دولة ويقف على مسافة واحدة من الجميع، وبالتالي سينظر إلى هذا الأمر بشيء من، أنا متأكد أن من الحكمة والصبر خلال الفترة اللي جاية، لأن النادي الأهلي يحتاج لكل من ليه، لأن سلسلة الإنشاءات وسلسلة التطور في الإنشاءات حضراتكم هتشوفوها، ولا بد أن تستمر، لا بد أن تستمر، لأن ده في صالح الدولة المصرية في الأول وفي الآخر، لأن النادي الأهلي هو جزء من الدولة المصرية. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هحاول إن شاء الله يكون معايا كابتن سيد عبد الحفيظ، لأنه كلام مهم جدا جدا. سؤالي اللي حضراتكم هتستغربوا منه، هو النادي الأهلي بيمثل مصر ولا لأ؟ بعد الفاصل هجاوب أنا والكابتن سيد عبد الحفيظ على هذا السؤال. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هل النادي الاهلي ينتمي لمصر ولا لا، او ينتمي لاتحاد كره القدم المصري بالتحديد ولا لا؟ سؤال مش محتاج اجابه. ليه؟ لان النادي الاهلي هو الاهم والافضل والاعرق والاكثر حصولا على البطولات في مصر خلال من 1907 وحتى الان، مش كلامي ولكن بالارقام. تخيل حضرتك ان النادي الاهلي في هذه اللحظات تحديدا او خلال هذه الفتره، وانا الحقيقه سمعت كابتن خطيب بيتكلم في هذا الامر قبل موضوع قبل الانتخابات الكابتن خطيب بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن حاجتين مهمين جدا، او حاجه مهمه جدا قبل ما اخش بس على موضوع الاصابات، حاجه مهمه جدا جدا جدا. قال ايه؟ قال يا جماعه احنا هيبقى عندنا تضارب في مواعيد مباريات كاس العالم للانديه مع كاس الامم الافريقيه. الكلام ده من امتى؟ من شهر او من 3 اسابيع، شهر تقريبا، من شهر شهر وشويه كمان. تخيل حضرتك ان حتى هذه اللحظه، وانا كمان استغرب جدا، لانه كان برضو في نفس هذا التوقيت تقريبا او قبله بشويه او الوقت ده، كان انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي كان موجود هنا لافتتاح مقر المنتخبات الجديد، المنتخبات الوطنيه الجديد ومشروع الهدف. طب لماذا لماذا لم يتم حل هذا الامر والراجل موجود؟ وطبعا كان رئيس الاتحاد الافريقي موجود، والنادي الاهلي دائما ما يتبع مثل او يتبع القوانين والطرق الشرعيه في هذا الامر. بمعنى ايه؟ بمعنى النادي الاهلي ما بيروحش يكلم حد كده ولا لا، النادي الاهلي بيبعت جوابات رسميه لكل من له مسؤوليه على هذا الامر. يعني الاتحاد، النادي الاهلي بعت للاتحاد الدولي بمنتهى الأدب، والاتحاد المصري الأول طبعا، ثم الاتحاد الإفريقي، ثم الاتحاد الدولي، في الإطار الشرعي للتواصل ما بين النادي الأهلي وما بين كل الاتحادات القارية والدولية الخاصة والمعنية بهذا الأمر. أين مساندة اتحاد كرة القدم؟ هو حضرتك فين يا كابتن أحمد؟ مهندس أحمد مجاهد، هو حضرتك فين؟ حضرتك، أنا معرفش الصورة موجودة يا شباب، لو موجودة وريها لي، لو سمحت حطها لي. حاجة غريبة جدا، هو ليه حضرتك زي ما بتعمل افتتاح وبتظبط الموضوع، لماذا لم تتكلم في شأن نادي مصري كبير يحتاج إلى تدخل من حضرتك علشان عنده ناس مش هتلعب؟ وما تزايدش حضرتك، لأن أنا هرجع للمزايدة دلوقتي في موضوع المنتخبات، هرجع للمزايدة دلوقتي حالا في موضوع المنتخبات، ولكن لماذا لا يتدخل الاتحاد المصري بشكل أو بآخر في هذا الأمر؟ هو لازم النادي الاهلي دائما ما يسلك الامور بشكل شرعي. فين الصوره يا شباب؟ حطوا لي الصوره، الصوره دي والصوره بتاعت وهو في قطر. طالما حضراتكم بتقعدوا قوي كده وشايفين، ما تقعد وانت قاعد كده يا كابتن احمد، قول للانفنتينو وقول لموتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي، من فضلكم يا جماعه محتاجين نظبط المواعيد او نشوف المواعيد تتظبط ازاي، لان النادي الاهلي هو اكثر المتضررين في هذا الامر، مش حد تاني. النادي الاهلي هو اكثر لو منتخب مصر، يا رب ان شاء الله، يا رب نوصل لنهائي كاس الامم الافريقيه زي ما ان شاء الله ربنا هيكرمنا ووصلنا قبل النهائي في البطوله العربيه، يا رب نوصل لنهائي بطوله الامم الافريقيه. النادي الاهلي هيعمل ايه؟ هو النادي الاهلي ده راح يلعب باسمه؟ النادي الاهلي رايح بيمثل مصر والقاره الافريقيه في بطوله كاس العالم للانديه.
حاجة غريبة جدا، حاجة غريبة جدا. نحافظ على الشكل الدولي. المهندس أحمد مجاهد المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد أو اللجنة الثلاثية لتدريب الاتحاد المصري لكرة القدم، والمهندس هاني أبو ريدة عضو الاتحاد الدولي، وإنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي، موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي. أنا مش فاهم يا باشمهندس أحمد، هو النادي الأهلي هو في إيه يا جماعة؟ هو في إيه؟ هات لي الصورة الثانية. هو في إيه يا جماعة من فضلكم؟ النادي الأهلي لا يطلب إلا حقه. من شوية النادي الأهلي وأصله لا لا يا جماعة، النادي الأهلي يريد حقوقه فقط. يعني أنا بتعاقد مع كل هؤلاء اللاعبين علشان في الآخر، وبدفع لهم كل الفلوس دي علشان في الآخر ما يلعبوش معايا في أهم بطولة أهو. هو ليه حضراتكم ما اتكلمتوش يا كابتن أحمد مجاهد مع أدي موتسيبي وأدي إنفنتينو؟ ليه حضراتكم ما اتكلمتوش معاهم؟ الموضوع أبسط من كده بكتير. حاجة غريبة جدا. ده كل شوية، ده كل شوية واضح إن يعني فيا جماعة لا، النادي الأهلي دائما عندما ينظر ينظر إلى مصلحة بلده أولا ثم إلى مصلحته الشخصية. بدليل لو تفتكروا النادي الأهلي ومجلس إدارته السابق كان حريص على مصلحة مصر، لما اللاعبين منتخب الأولمبي لعبوا المباراة النهائية وسافروا الشناوي وبقية اللاعبين اللي كانوا معاه رجعوا، اللعيبة كلها ما كانتش قادرة من التعب اللي اتعمل وكل يومين او كل ثلاث ايام مباراه، والنادي الاهلي وافق عشان المصلحه العامه. وافق عشان المصلحه العامه في ذلك الوقت. هو ليه بتعملوا كده مع النادي الاهلي؟ لماذا لا يقف المهندس احمد مجاهد مع النادي الاهلي؟ هو انتوا بتحطونا قدام سياسه الامر الواقع؟ لن يقبل احد بسياسه الامر الواقع. ولن يزايد احد على اسم النادي الاهلي في موضوع المنتخبات. اي واحد هيطلع لي من هنا ولا يطلع لي من هنا يقول لك النادي الاهلي ومنتخب مصر، لا، النادي الاهلي لا يطالب باي شيء الا انا اتمنى ان منتخب مصر يصل الى النهائي، ولكن منتخب مصر من فضل حضراتكم النادي الاهلي يمثل مصر برضه، بيمثل مصر في حدث دولي كبير، في حدث دولي كبير. ما يصحش اللي بيحصل ده، واديكم شفتوا الصور وشفتوا الحاجه. أين دور الاتحاد المصري يا كابتن أحمد؟ هو حضرتك فين؟ لن حضرتك بتحطنا قدام أمر واقع، بتحط النادي الأهلي قدام أمر واقع، محدش هيسكت على كده. محدش هيسكت على كده. تاني حاجة، أنا برضو استغربت جدا جدا من اللي بيحصل، وعايز برضو حضراتكم تكونوا يعني نتكلم مع بعض، وحاول يا شباب تجيبوا لي كابتن سيد عبد الحفيظ. امبارح سمعت الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني بيتكلم عن إصابة محمد الشناوي وإصابة حمدي فتحي. امبارح إصابة شد في العضلة الخلفية، شد في العضلة الخلفية، أنا لعيب كورة يعني بدعي إن أنا لعيب كورة. شد في العضلة الخلفية حضرتك فيها يومين ثلاثة، مش أنا مش عايز أقول أسبوع عشان ما حدش يقول لي مش عارف إيه. ثلاث أربع أيام مع الاستشفاء، مع إن أنت قاعد ما بتعملش حاجة، ما بتسوقش، ما قاعد بس عشان بتتعالج، ثلاث أربع أيام. ده امبارح الكلام، النهارده أفاجأ إن الكلام بيتغير، وأسماء تانية بيقول لك أصل الشناوي كويس، وأصل حمدي فتحي كويس، وأصل على فكرة أنا عايز اللعيبة تلعب، ولكن لو كويسين يلعبوا. لكن من امبارح للنهارده، امبارح كان شد، يمكن أنا ما يعني مش عارف، أنا دايماً بدعي حاجة، أنا يا جماعة لعبت كورة، والله لعبت كورة وعارف العضلة ولعبت دولي ولعبت العضلة الخلفية دي مش أقل من أسبوع. طب انت اللي قلت الكلام ده اسلام؟ والله ما انا اللي قلته، والله ما انا، ده اللي امبارح الكلام اللي طلع. طيب الكابتن سيد ماشي، هكمل بس النقطه دي. امبارح سالنا الجهاز الطبي، او مش انا اللي سالت، اتقال ان الجهاز الطبي بتاع مصر قال ان حمدي فتحي عنده شد والشناوي عنده شد. النهارده الوضع اختلف ليه؟ عموما يمكن يكون الكابتن سيد عبد الحفيظ عنده راي اخر. كابتن سيد مساء الفل. الو الو قطع. طيب يرجع علينا مره تانية. فزي ما بقول لحضراتكم يا جماعه مش كده، هو في ايه؟ من شويه تضارب المواعيد ما بين بطوله كاس الامم الافريقيه وكاس العالم للانديه، وامبارح وفجأ بتصريح من الجهاز الطبي ان شد في الخلفيه. شد في الخلفيه يعني 3 4 5 ايام، ماشي نقول 3 4 5 ايام، وفجأ النهارده ان اللعيبه جاهزه. طب قولوا لنا الجهاز اللي بتستخدموه ايه عشان نستخدمه.
عشان احنا في النادي الاهلي نشتريه ونستخدمه، او التقنيه اللي حضراتكم بتستخدموها عشان من امبارح للنهارده يحصل كده. انا الحقيقه مستغرب جدا جدا جدا، والنادي الاهلي هو اكثر المتضررين من اللي بيحصل خلال الفتره اللي فاتت من اجهاد في هذه البطوله، البطوله العربيه، لكننا كاهلاويه بس فرحانين جدا 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 بالاداء اللي بيعمله منتخبنا ووصول منتخبنا للدور قبل النهائي، ما عندناش مشكله في ده. ولكن طيب رجع لنا كابتن سيد عبد الحفيظ. يا كابتن سيد مساء الخير. الفل يا كابتن اسلام، ازيك؟ الحمد لله حبيبي، ربنا يخليك. انت عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين. كابتن سيد خليني بس اسال حضرتك سؤال، وبعدين كلاعب كوره بقى او نجم في كره القدم، هي العضله الخلفيه ممكن تقعد قد ايه؟ اقل حاجه ليها يعني؟ والله بص، يعني طبعا هي كل الناس اللي عارفه او مختصه او لاعب كوره طبعا بتاخد وقتها، سواء كانت يعني اجهاد او شد او مزق من درجاته، يعني الاول والثاني والثالث، فبتحتاج فتره. ودايما حتى من واحنا صغيرين يقول لك العضله الخلفيه دي خداعه. خداعه. يعني دايما ممكن تبقى خلاص انت عملت حاجات كتير جدا، وفي اطار الاستعداد والنزول والجاهزيه يعني، وبعد كده تلاقي حاجه خطر. هي ده عملت تقعدك شهر ونص شهرين. طبعا هي المشكله لو فيها يعني حمل ولا حاجه او اجهاد، فبيبقى ده مؤشر لشده ومؤشر لمزق زي ما معناه. طب كابتن سيد انا امبارح، معلش خليني اخش في الموضوع على طول، امبارح انا قريت خبر بناء على الجهاز الطبي للمنتخب الوطني ان حمدي فتحي عنده شد ومحمد الشناوي عنده شد. النهارده معرفش قريت خبر تاني بيقول ان الاثنين جاهزين للمباراه. يعني ايه راي حضرتك في او يمكن عندكم معلومات اخرى معرفش؟ لا يعني طبعا احنا على تواصل شديد جدا، سواء كان مع اللعيبه او الجهاز الطبي، او حتى النهارده كنت بتكلم مع كابتن وائل جمعه في نقط مهمه جدا. المصلحه مشتركه، مصلحه كبيره جدا ما بين الاثنين، وبيمثلها او العنصر الاساسي فيها هو اللاعب. اي مؤشر او اي احساس او اي نوع من البدايات لحاجه بتبقى فيها طبعا الراحه افضل يعني. يعني لان انت النهارده داخل على مرحله، سواء كان على مستوى الانديه او مستوى المنتخبات، بالظبط مستوى النادي ومستوى المنتخب، يعني بطولات هي الاهم في الفتره اللي جايه. فده كان كلامي حتى مع كابتن وائل، وهو متفاهم الوضع جدا، وقال لي طبعا يعني حتى لو اي حد حس باي حاجه هتبقى فيها طبعا الافضليه ان هو يريح. انت النهارده مش هتبقى مستحمل في يعني مؤشر جالك، فسواء كان جهادي حتى، مش عايز اقول شد، لكن لو حتى لو كان الموضوع جهادي مش شد حتى، فده مؤشر لحاجه جايه ممكن لا قدر الله تبعد فتره طويله، وفتره حساسه، فتره كمان مش مساله بالظبط كده دوري، فانت هتلحق نفسك بعد مباراه ولا اثنين. احنا داخلين على سوبر محلي وهي مباراه واحده، وكمان هم داخلين على حاجات ثانيه، سواء كان المنتخب يعني كان بطوله العرب او بطوله الامم الافريقيه. فلو حتى الموضوع عباره عن اجهاد، ولو حتى بنسبه 5%، مش عايز اقول 50%، عايز اقول 5%، فده مؤشر خطر يعني. بالظبط يا كابتن سيد، وده المهم، ان معنى ان في اجهاد معنى ان بعد الاجهاد ده اقل درجات الاصابه. فمعنى ان لو الاجهاد ده طالما في اجهاد معنى كده ان اللي بعد الاجهاد بتبقى مشكله اطول. خلينا نتكلم طبعا، يعني زي ما قلت لك الامر مصلحه مشتركه طبعا. الاولويه دايما بتبقى للجاهزيه. هي المشكله عندك الديفندرين اللي موجودين او الاثنين في نص الملعب، هو حمدي فتحي وعمرو السوليه. نعم. الاسماء يعني، وطبعا الشناوي ورا، هم اكثر لعيبه يعني اللي بتتعرض للاجهاد، لان الاختيارات في الاول كانت يعني معتمده على ده في العناصر التشكيليه الاساسيه يعني. على مدار الاربع مباريات باستثناء مباراه لبنان او مستأسف مباراه السودان، حمدي فتحي هو اللي ما لعبهاش. باقي المباريات يعني هتلاقي الشناوي لعبها كلها، هتلاقي عمرو سوليه معظمها بنسبه كبيره، هتلاقي حمدي فتحي لما كان عوض في مباراه لبنان وبعد كده ما لعبش مباراه السودان، لكن لعب تاني مع واجبات المركز ده تحديدا، يعني كان عمرو سوليه وحمدي فتحي. فالخوف كل الخوف على الاثنين دول، فمؤشر حمدي فتحي مع المركز اللي هو فيه، فيخلينا حاطين ايدينا على قلبنا، لان ده مركز انت عارف كويس قوي بيعتمد على كميه جري رهيبه جدا، يعني ما بين بوكس بوكس يعني من 18 ل 18 بعرض الملعب وطوله مع الالتحامات وقوتها مع المؤشر اللي حصل ده، فهو ده اللي مخلينا قلقانين يعني. فلو في عرضه ولو نسبه
5% ولا 10%، انا اعتقد ان الجهاز الفني، الجهاز الفني هيتفاهم ده تماما، ان الجهاز الطبي هيتفاهم ده تماما. يعني لو سليم 100% طبعا ما فيش مشكله يعني خالص، يعني يلعبوا ان شاء الله طبعا، يوصلوا باذن الله، باذن الله تعالى. طيب. ويفرحوا الجاليه سواء كانت هنا في مصر او احنا هنا في مصر بالبطوله كلها باذن الله، ويرجع منتخب مصر بالبطوله باذن الله يا رب ان شاء الله. كابتن سيد برضو عايز اسالك عن ايمن اشرف. ايمن اشرف عنده جزء في الرباط الخارجي، ايه اللي ممكن يحصل مع ايمن خلال الفترات القادمه؟ احنا متواصلين، كنا شفنا الاشاعات بتاعتنا وبتاعت ايمن وكمان علي معلول، يعني كمان يعني بالنسبه لك علي معلول طبعا، يعني علي وصل لمرحله كويسه جدا، ما كانش في استعجال، وفي تواصل مع الجهاز الطبي برضه للمنتخب، وفي تواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب المصري طبعا، يعني سواء كان المنتخب الطبي او المصري او المنتخب التونسي، يعني في تواصل مستمر. ايمن خد خطوات برضه مش وحشه قوي، لكن مقبوله ومعقوله يعني، لكن انت مش تقدر تحدد امكانيه المشاركه لما يرجع لما تشوف يعني. تمام. فاحنا بنحاول ان احنا يبقى نوصل على جاهزيه كبيره جدا لما نوصل ليوم 22 طبعا، لكن ضغطه المباريات واهميتها وعصبيتها، خلي بالك كمان يعني البطوله عامله اجواء رائعه جدا وممتازه جدا الحقيقه جدا يعني. والواحد بعد اللي شافه ده يا رب تتعمل على فترات قريبه مش بعيده، لان عملت تواصل رهيب جدا مزبوط. ما بين الشعوب العربيه كلها الحقيقه جدا، وشكل المدرجات والالتحام اللي بيبقى موجود في المدرجات رائع جدا. لكن خلي بالك في حته يعني ما حدش واخد باله منها خالص، يعني اتفضل، الحاجات دي بتبقى فيها يعني حماس زياده شويه يعني بالظبط. دايما امبارح مباراه المغرب والجزائر شفت عامله ازاي، يعني بدر بنون، يعني امبارح انا لسه عايز اسالك برضو عن بدر بنون. بدر كان في اتفاق خلاص بيني وبينه ان هو هيفضل هناك في المغرب، خلاص هياخد بكره وبعده اجازه. نعم تمام. هيفضل اسف في قطر، هياخد بكره وبعده اجازه في قطر، وبعدين هنديله هنبعت له برنامج تدريبي يعني هيكمل بقى هناك لحد ما نوصل ليوم الجمعه ان شاء الله، لغايه لما النادي الاهلي يوصل لقطر ان شاء الله ان شاء الله الرحمن. فعايز اروح بس لقوه الماتشات وحساسيتها، فده خلي بالك يعني مع الحمل البدني اللي بيبقى موجود مع الماتشات واستمراريه اللقاء لحد 120 دقيقه، فانت لو عندك اي مؤشر عضلي فدي هتبقى فيها خطوره، لان كل اطراف جسمك شغاله اصلا. صح. يعني في ذهني شغال، عصبي شغال، يعني بدني بشكل كامل شغال، فدي كلها بتبقى بتدي احتماليه للاصابه لو انت مش جاهز 100% بتبقى وارده بشكل كبير يعني. فاللي اتمناه ان لو في لا قدر الله احساس ولو 5% او 10% لا يبقى بلاش احسن، لان كل واحد بيبقى مسؤول عن قراره، لان انت الفتره اللي طبعا جايه يعني احنا عندنا التزامات كنادي، والمنتخب كمان عنده التزامات، فعشان ما نخسرش حد في مرحله هتبقى مهمه قوي. وكمان يا كابتن الخطوه لا قدر الله على الاقل فيها شهر، من شهر لشهر ونص يعني بعد الاجهاد بيبقى كده، ولا انا بتكلم كلام غلط؟ طبعا على حسب بقى الاصابه، على حسب، بس هي مش اقل من شهر طبعا. يعني الخلفيه مش اقل من شهر، بتبقى الدنيا صعبه يعني. يعني حمدي فتحي خلي بالك حتى في مباراة الجزائر نفسها يعني هو اشتكى في اخرها، ممكن يشتكى في بالسمانات، الماتش اللي فات اشتكى بالخلفيه، لان حمدي بعد مباراه لبنان خد 3 4 5 ايام مفيش تمرين. صح. لان هو كان حصل ارتجاج خفيف في الخبطه بتاعته. فكل ده يعني مؤشر يعني، لكن لو ان شاء الله الرحمن يبقى كويس باذن الله ما حدش يتعور، وباذن الله الدنيا تبقى كويسه، وباذن الله الشناوي يا كابتن نرجع في البطوله باذن الله. الشناوي برضه هي مؤشر برضه زي ما انا قلت على حمدي، هو نفس الموضوع بتاع الشناوي. احنا متواصلين، لكن انا برضه زي ما قلت لك كان في اتصال ما بيني وما بين كابتن وائل جمعه، وهو الراجل اكد على نفس المعنى ونفس الكلام، لو اي حد عنده اي احساس باي نسبه مئويه وحتى لو كانت 10% ان شاء الله الرحمن ما يبقاش في مجازفه. ده كلام محترم جدا. طيب كابتن سعد عبد الحفيظ، لازم اخدك على هو هل النادي الاهلي، لان ده السؤال اللي انا بساله حتى الناس مستغربه عماله تبعت لي ايه يا عم اسلام، وانت لو هل النادي الاهلي نادي مصري ولا نادي اخر؟ يعني انا الحقيقه بصراحه مستغرب جدا. كابتن خطيب في انترفيو قبل الانتخابات كان بيتكلم عن في وسط المواضيع، وهو بيتكلم وحذر ان يا جماعه هيبقى عندنا مشكله كنادي اهلي، لان النادي الاهلي هو اكتر نادي في مصر بيمول المنتخبات المصريه، وبالتالي
على الاقل خلينا نتكلم في دلوقتي خمس لاعبين موجودين في المنتخب المصري، لو فضلنا بنفس هذا العدد والنادي والمنتخب الوطني وصل الى المباراه النهائيه في كاس الامم الافريقيه، هيبقى عندنا مشكله كبيره جدا يا كابتن سيد. غير المحترفين الافارقه بقى اللي بيلعبوا في المنتخبات، علي ومالي وتونس والمغرب، يعني مش عارفين برضو هنعمل ايه يا كابتن سيد. طبعا يعني انت اولا الاختيار او تضارب المواعيد ده لغز، حاجه غريبه هيجي جدا. لا هيجي يوم وهنفهمه، يعني الموضوع مش عادي، يعني مش صدفه ابدا، ولا دي وشوش الموضوع متفاجئ بالميعاد. فدي برضه حاجه تحيرك الصراحه. يعني اللقاءات والابتسامات او التعامل ده مش يعني دايما لما هبقى معاك في حاجه انت فاجئتني وانت صاحب القرار في حاجه مش فير بالنسبه لي، فاكيد تعبيرة وشي هتبقى باينه، يعني تعبيرة وشي. لكن لو انا عندي خلفيه بميعاد سابق ولا حاجه، الموضوع يعني في حاجه مش طبيعيه الصراحه. اثنين، هو يعني هو بتتكلم في عدد، ما بتتكلمش كمان امكانيات وقدرات، انت بتتكلم في عدد. يعني هطرح سؤال، يعني هو انا لو قلت لتشيلسي روح بكل ب 40 لعيب مش ب 23، بس ال 11 اللي بيلعبوا اساسيين مش موجودين معاك، هيوافقوا؟ لا طبعا مش هيوافقوا. او هيبقى داخل بالنسبه لهم مش هيوافقوا ولا فين؟ السنه اللي فاتت يعني والنبي يروحوا لكاس العالم للانديه، بس لعيبه المنتخب الالماني ما يبقاش معاكم؟ ده يعني ده برضه يعني قرار عجيب جدا. ما اعتقدش ان في اي نوع من، سيبك من الفير والعدل والكلام ده كله، لان الكلام برضه يعني واضح ان هو بيبقى في الاستهلاك المحلي، لكن انهي منطق ده، او انهي يعني قرار انت تسمع بيه او يتقال لك فتمر مرور القرآن كده يعني. لا والغريب اثنين احنا مسؤولين بالنسبه لهم او هم مسؤولين بالنسبه لنا، يعني الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي. يعني انت لحد وقتنا هذا لا سمعت ده مثلا قال كلمه فيها استنكار ولا ده قال. ويا كابتن سيد معلش انا اسف جدا، انا كل يوم بشوف لقاءات للكابتن احمد مجاهد، وانا بقول اهو على الهوا للكابتن احمد، ولسه حاطط الصوره للكابتن احمد مجاهد من اسبوعين ثلاثه، كان في افتتاح مشروع الهدف والمنتخبات القوميه، كان انفنتينو موجود رئيس الاتحاد الدولي، وكان موتسيبي موجود رئيس الكاف، افتتاح كاس العرب كانوا قاعدين جنب بعض، والكابتن احمد مجاهد المفروض ان النادي الاهلي بيتكلم من خلال الكابتن احمد مجاهد. فحاجه غريبه جدا يا كابتن، خليني انا اللي اقول الكلام ده، لانه انا مستغرب جدا. هو ما ينفعش في قاعده زي دي يا جماعه النادي الاهلي عنده يوم كذا مباراه افتتاحيه، والمنتخب المصري عنده يوم كذا مباراه نهائيه، ما ينفعش نحل الموضوع ده؟ هو الموضوع كمان مش موضوع ان انت يعني بتستعلم يا اسلام، ده موقف. ده موقف بالنسبه لك انت لازم تبقى واخده ومصمم عليه. وحتى لو ما تحققش، بس انت موقفك يبقى ثابت، لان على عبر التاريخ زي ما بيقولوا يعني. انت كاتحاد مصري او اتحاد افريقي اللي بيمثلك في البطوله ديت هو النادي الاهلي. بغض النظر بقى يعني كان النادي الاهلي محبب ليك مش محبب ليك، اتحاد محبب للاتحاد الافريقي مش محبب للاتحاد الافريقي، دي قصه ثانيه. لكن ده اللي بيمثلك يعني. يبقى في المفروض يعني يبقى في نوع من التصميم واشبه باستنكار بشكل كبير جدا، وتبان حتى في التعامل. لكن انا اشك من اللقاءات ان الموضوع ده معروف من فتره على فكره. باين جدا ان هو معروف من فتره. طب ايه اللي هيحصل؟ طب انا هتعامل معاه ازاي؟ طب وايه اللي هيتم حله ازاي؟ طب انا يعني هم بداوا كمان يبعتوا لك يقول لك انت عندك قائمه اوليه زي يوم 3 ويوم 24. طيب يعني يوم 23 مثلا، يعني طب انا لو حطيت 23 اسم منهم 11 واحد ولا 10 افراد ممكن ما يبقوش موجودين معايا، صح؟ طب ازاي يعني هكمل البطوله ولا ابداها ازاي يعني؟ يعني السلسله مش عايز اقول المتضرره هو النادي الاهلي فيها، لكن كلهم سواء كان الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي او الاتحاد المصري اللي هم اصحاب القرار واللي حاطين الاجنده المواعيد ديت، سواء كان كاس العالم للانديه او نهائي كاس الافريقيه. وبيطالبوك ان انت اللي تحل. مش عارف ازاي. لا تحل ازاي يا كابتن؟ لا معلش، ما انا محتاج اعرف. انا دلوقتي كنادي اهلي شاري لاعبين بكل لاعب بثمن قد كده علشان اكسب البطوله الافريقيه، وعلشان طبعا اروح العب في كاس العالم للانديه، وبعد واشرف افريقيا في كاس العالم، ولو انا وصلت اقصى حاجه وصلت لها ثالث العالم، انا عايز المره الجايه او كاس العالم اللي جاي ان انا انظر لحاجه افضل لو كان في استطاعتي. وبالتالي انا
بأدعم لاعبتي وبأدعم الفريق بتاعي وبدفع فلوس قد كده علشان مسابقة زي دي، وفي الآخر تيجي تقول لي لا أنت يروح منك 10 أو 11 واحد، أنا مش فاهمها يا كابتن. لو خدناها بالنسبة للتسويقيا حتى تسويقيا، يعني كأس العالم للأندية اللي فاتت لما كانت في قطر وكان فيها بايرن ميونخ، يعني المباراة الثالث والرابع اتلعبت في نفس الملعب اللي هيتعب عليه الأول والثاني، مظبوط؟ مظبوط. الحضور الجماهيري اللي كان موجود في الثالث والرابع من النادي الأهلي بالمرات هو نفس الحضور الجماهيري اللي كمل المباراة بتاعت المباراة النهائية اللي كانت معاه، هو اللي عمل المنظر في المباراة النهائية، هو اللي عمل ده. أنت لمست كمان كاتحاد دولي يعني القوة الجماهيرية اللي كانت موجودة والعدد الجماهيري اللي كان موجود في فترة كان محدد فيها الاستاد. النهارده منتخب مصر وهو بيلعب في قطر يا اسلام، شوف الساحه الجماهيريه بتبقى عامله ازاي. مظبوط. مباراه الاردن تقريبا كانت 40,000 40,000، لو انت بتتكلم على التواجد الجماهيري للنادي الاهلي فهيبقى في البطوله دي كبير جدا جدا جدا. فانت كمان يعني حتى بتحرم فرقه من القوه المميزه بالنسبه لها بعدد حضور جماهيري هو الاعلى، مع احترام لكل الانديه طبعا، يعني مع احترام لكل الانديه اللي مشاركه في البطوله، لكن هو القوه الجماهيريه الاعلى. الحاجة الأهم من ده، هو أنا مش من حقي كنادي وأنا بلعب بطولات ممكن تزود من الموارد اللي عندي، مفيش غير بطولتين هما اللي بيزودوا الموارد بشكل يعني دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم. بس هما دول اللي بيدوا لك يعني فلوس تقدر تمشي بيها السنة اللي بعديها. بس حتى بتحرمني شوية، يعني أنا بتتعاقد مع لعيبة طبعا عشان الأمور التسويقية بتعلى، تعرف في السوق بيعلى، البث عندك بيعلى، التسويق عندك كاسم نادي بيعلى، ببطولاتك سواء كانت محليه او قاريه. لكن انا بتكلم على اللي بيدخل لك بشكل سريع، يعني دوري ابطال افريقيا وكاس العالم للانديه، فانت حتى ده ما بتبصلوش اصلا، غريبه جدا، ما بتبصلوش بشكل كبير. طب حلها ازاي يعني؟ انا بالظبط انا عايز اعرف، هل النادي الاهلي في دماغه حل يا كابتن سيد؟ انا الحقيقه انا حاجه غريبه جدا ان انا تحط لي وتقول لي حل، تحط لي المشكله وتقول لي حل، احل ازاي يا جماعه؟ لحد دلوقتي ما حدش كلمك حتى، يعني اولا ما جاتليش معلومه خالص ان حد يتكلم معانا وقال لي طب تعالوا هنحل الموضوع ده ازاي، وكان انت لوحدك يعني عايز تحله حله، ما تحلوش، عايز تطنش، يعني ما فيش تواصل. اقصد ممكن يا كابتن يبقى في سياسه الامر الواقع مثلا ان هو ده اللي موجود ويعني مش هنرد بقى وهي الدنيا كده. بص يا اسلام، لو انت اشتغلت بالشكل ده الكل هيبقى خسران، لان انت انا فهمتك كويس قوي وعرفتك كويس قوي، فخلاص بقى انا هتعامل معاك بنفس المبدا دايما. يعني هتعامل معاك بنفس المبدا دايما. بس هو اللي في ايديه الموضوع يا كابتن، يعني الاتحاد المصري، يعني هل الاتحاد المصري ما ردش على النادي الاهلي لغايه دلوقتي في كل الجوابات اللي ادتها؟ انا ما عنديش معلومه خالص. لا، وانا معلومة. اللي انا عارفه ان لا ما ردش، يعني ما عنديش خالص. فانت لو بتتكلم يعني برضه غريبه جدا لو بتتكلم بالشكل ده في اللي جاي يا اسلام، اللي جاي يعني انا عندنا المعلومه باينه بقالها اكتر من 15 20 يوم، مظبوط؟ ده ما كانش اكتر من كده كمان، ماشي. لان لو قلت تصريح انا سيد عبد الحفيظ، لو قلت تصريح على كابتن عصام عبد الفتاح ولا كابتن محمد الحارث ولا حاجه، ثاني يوم الدنيا بتتهد. لا مش ثاني يوم، ده بعدها بخمس دقائق. حاجه زي دي بالشكل ده، بالشكل المعتاد ده، بالجوابات اللي بعتناها دي، بالموقف بتاع الاتحاد الدولي ده، بالموقف بتاع الاتحاد الافريقي ده، محدش قال لنا انتوا بتقولوا ايه ولا بتروحوا ايه ولا بتعملوا ايه ولا هتفكروا ازاي ولا هنبدا نتعامل ازاي ولا الطريقه في التعامل هتبقى عامله ازاي ولا المساعده هتبقى عامله ازاي ولا انتوا عايزين ايه ولا الخطوات اللي ممكن ناخدها مع بعض ايه، حتى لو ما نجحتش. انت عارف يا كابتن سيد، لو في خطوات او لو في حد ابتدى ايه اللي هيحصل؟ حضرتك هتتفاهم بعض الامور كنادي اهلي، يعني هيتفاهم والناحيه الثانيه هيتفاهموا، وفي الاخر قد نصل الى حل يتيح للنادي الاهلي ان هو يلعب بكل لعيبته، ويتيح لمنتخب مصر ان شاء الله لو وصلنا للنهائي او منتخب تونس او كذا او كذا ان احنا نلعب، ان هو يلعب بلعيبته. بص يعني هي في حاجات برضو الحياه بتعلمك شويه حاجات، يعني هي مش هتعدي على واحد او مش هتعدي على اثنين غير لما او هتروح لاثنين غير لما تعدي على واحد. يعني احنا النهارده عندنا مشكله كبيره مستقبليه، المشكله الكبيره المستقبليه ديت انا يعني ما عنديش حل فيها خالص دلوقتي خالص. ولا حد قرب لي ولا حد كلمني ولا حد قال لي تواصل معايا خالص، يعني تمام خالص يا يعني كابتن سيد، ولا اتحاد كوره ولا اتحاد افريقي، اتحاد مصري ولا اتحاد افريقي ولا حاجه خالص؟ لا ما حدش كلمني في حاجه خالص، بالعكس. ولا حتى بشكل ودي مثلا فلان كلمك يا كابتن سيد والله كذا؟ حتى لما بتيجي تتكلم مع حد بشكل ودي، يعني ما بتكلمش على الاتحاد المصري، يعني عموما عموما يعني مع الناس بشكل، حتى الناس اللي هي
الناس اللي هي مش منوطه او مسؤوله، ما حدش متفاهم الوضع، ما حدش متفاهم الوضع ولا قبله ولا يعني ولا قادر يوصل لقرار يا راجل. ده الاتحاد ده تشيلسي عنده ماتش يوم 16، تمام؟ البطوله نفسها عمرها ما هتتاخر ليوم 13، يعني انت ممكن تلعب 7 و10 و13، يعني ممكن تلعب 7 ممكن لو بدرت النهائي شويه، لو بدرت النهائي بتاع امم افريقيا شويه، بدل ما يبقى 6 يبقى 4 مثلا، وضغطت المباريات، اوكي؟ وضغطت المباريات ولا حاجه، بدل النهائي بدل ما يبقى يوم 6 يبقى يوم 4، وخليت كاس العالم يوم 7 و10 و13، حتى ده ما حدش قبله. ليه؟ لان تشيلسي عنده ماتش يوم 16. يعني ما حدش يقدر يهوب ناحيه الاتحاد الاوروبي، ما حدش يقدر يهوب ناحيه الاتحاد الاوروبي خالص. محدش قادر يهو يقول للاتحاد الاوروبي معلش اجل لتشيلسي ده مباراه دور الثمانيه ولا حاجه في يوم، بدل ما تبقى 16 تبقى 17 مثلا. محدش قادر ياجل يوم واحد. محدش قادر ياجل يوم واحد. تمام؟ ليه؟ لان في اتحاد اوروبي هناك، في الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الافريقي هنا محدش قال لك حاجه خالص. محدش بيرد يعني الموضوع بقى سايبينه كده. انا ما اعرفش، انا متخيل ان انا عملت اتصالات كتير اليومين ثلاثة اللي فاتوا، كله بيقول لك ما خلينا نشوف. طيب الدنيا خلينا نشوف ايه يا جماعة؟ يعني ايه يعني ايه خلينا نشوف؟ افرض النهائي مثلا مصر وتونس، مثلا مصر ومالي، انت فاهم؟ طب انا هعمل ايه انا كنادي اهلي؟ الناس اللي انا دافع بيها الفلوس دي كلها. كابتن اسلام انت بتتكلم على قبل النهائي، قبل النهائي يعني انا بقول لك يعني قبل يوم 2 و3. طب لو النهائي قبل النهائي ده مالي وتونس ومصر. صحيح تمام صحيح. فانت بتتكلم على 11 لعيب عندي، 11 لعيب صحيح، 11 لعيب وهم يعني ما فيش في الكره اساسي ولا احتياطي. انا الحقيقه مش عارف، انا الحقيقه مش عارف الموقف ده انت كنادي اهلي بتتحط فيه ومطلوب منك ان انت تحل. انا ما اعرفش تحل ازاي يعني يا جماعه. من فضل حضراتكم كل جمهور النادي الاهلي ابعتوا لنا قولوا لنا هو الموقف اللي زي ده انا احل فيه ازاي، انا كنادي اهلي يعني احل فيه ازاي. مهندس احمد مجاهد السنه اللي فاتت عملها فيا برضو، عملها في النادي عندنا. نفس الكلام في المنتخب الاولمبي، نفس الكلام وخسرنا الدوري. لا السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت جالنا وقعدنا واتفقنا على المنتخب الاولمبي وحاجات المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي خرج من البرازيل الساعه واحدة ونص، كان بعيد لي جواب هتلعب بعد بكره مع وادي دجله. ايوه صح. وبعدها بيومين تلعب مع سيراميكا، عادي جدا. يعني فالموضوع باختصار شديد يا سام، بس يعني خلينا نعدي واحد الاول. يعني انا بفكر كده، يعني انا بفكر كده، بفكر ان انا اعدي بس ماتش السوبر الافريقي لان ده ماتش مهم جدا، بطوله مهمه جدا، تمام؟ املي ان لعيبه المنتخب كلها، كفايه عليا ايمن اشرف ومش عارف موقف علي معلول لحد دلوقتي، امل ان حمدي فتحي يكون سليم 100%، لو مش سليم 100% يعني لو مش سليم 100% يعني 99% ما يلعبش يا كابتن. اتمنى ان ما يبقاش في مجازفه عليه خالص نهائي، يعني اتمنى ان الشناوي يبقى سليم 100%، لو مش 100% برضه ما يبقاش في مجازفه خالص. قفشه يكون 100%، محمد شريف يكون 100%، اكرم توفيق يكون 100%. انت عندك 7 لعيبه مهمين جدا بالنسبه لنا، مهمين جدا جدا طبعا مشوارنا. عندنا مباراه سوبر يوم 22، ما فيش وقت خالص اطلاقا يعني. عندنا فرقه الرجاء فرقه محترمه وفرقه كبيره وفرقه يعني عندها برضو تاريخ كويس قوي قوي في اللقاءات الافريقيه واللقاءات ما بين الكره المصريه. فاخلص رقم واحد بالنسبه لنا اللي هو كاس السوبر باذن الله. مش عايز اقول افكر بعد كده في كاس العالم للانديه، لكن يعني خلينا اشوف بطوله جايه. امل ان الكل يبقى سليم، الكل يبقى معافى، لو في اي شك طلب يعني زي ما يعني بقوله في منتهى الصراحه، يعني لو في اي شك المصلحه واحده، لو في اي شك هتخسره في الماتش اصلا، وبالتالي هتخسره فتره كبيره، هتخسر تغيير وهتغير حاجات كتير. اللعيبه كلها تبقى سليمه 100% باذن الله. ولو سليمه 100% خلاص ما فيش مشكله، ربنا ان شاء الرحمن باذن الله شكلها البطوله رايحه لنا باذن الله، عشان خاطرنا وعشان خاطر الجماهير اللي موجوده في قطر، الجماهير المصريه اللي موجوده ومأذره المنتخب هناك ان شاء الله. لكن لو في شك اتمنى يا رب ما يكونش في اي مغامره لاي حد. يعني بعديها هنبص على رقم 2 بقى اللي هو ماتش الدوري مع فيوتشر اللي هو اتحدد له يوم 26، وبعد كده هنشوف الشكل اللي ما عنديش حل ليه خالص، ولا اقدر اتكلم فيه بشكل مثلا عقلاني، ولا اقدر احله ازاي واقول للمدرب ايه. يعني ما عنديش حاجه مثلا اقدر امشي عليها خطوات. يعني كل اللي اعرف اقول لك، كل اللي اعرف اقوله لك او اللي اقدر اقوله لك، كل ما تقول لي حاجه اقول لك والله ما اعرفش. يعني ما اعرفش المطلوب ان انا اخش ب 23 لعيب منهم 10 مش معايا، يعني احلها ازاي ما اعرفش. خلينا نعدي واحد بس الاول ومحدش يبقى متعور، ونخش على السوبر الافريقي باذن الله.
واحنا جاهزين 100% باذن الله. انا بشكرك يا كابتن سيد، وانا اسف جدا ان احنا طولنا، ولكن كنا محتاجين ان احنا نعرف كل هذه المعلومات. شكرا جزيلا للنجم الكبير ومدير كره القدم في النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ. وزي ما قلت لحضراتكم، مشاكل كثيره جدا جدا النادي الاهلي ملوش علاقه بيها، النادي الاهلي ملوش اي علاقه بيها خالص خالص. النادي الاهلي قاعد، وانا قاعد كده حضرتك الاقي حد جاي يقول لي حل لي الموقف اللي انا حطيتك فيه، حل لي الموقف اللي انا حطيتك فيه، ان النهائي يوم 6 والبدايه يوم ان هو بيمر بثلاث اتحادات، النادي الاهلي، اتحاد مصري، اتحاد افريقي، اتحاد دولي. عايزني احل، عايزني احل مشكله فيها الامم المتحده كلها، يعني افريقيا ودولي واتحاد محلي، حاجه غريبه جدا. الله يكون في عون الحقيقه الكوره خلال الفتره اللي جايه. انا مش عارف يعني، لعيبه مصابه، كان الاهلي بيتعاقب على استقراره في بدايه الكلام والانشاءات اللي انا بتكلم عليها، ان انا لا مش هديك فلوس، لا مش هديك فلوس، لا مش هديك فلوس، مع انه حقي ان انا اخد فلوس. ها، وبيتعاقب على استقراره من الناحيه الفنيه وانجازاته وبطولاته، بان هو بيشارك دوليا وبيشارك في كاس العالم للانديه وبيشارك في بطوله، بياخد بطوله افريقيا وبيوصل للنهائي وبياخدها وبيمثل مصر وبيمثل افريقيا خير تمثيل. وبالتالي لا، هو انت بتتعاقب، احنا هنعاقبك عشان انت بتعمل كده، مش عايزينك تاخد الثالثه ال11 اللي هي الثالثه اللي ورا بعض يعني. ما اعرفش هل ده ممكن ان احنا تفكيرنا، لا ما اعتقدش ان تفكيرنا يروح لكده. ولكن يا جماعه بجد بجد اللي بيحصل معانا خلال هذه الفتره هو شيء على رأي لا يصدقه عقل، يعني بجد. ليا فلوس وما حدش عايز يديني فلوس، ليا توقيتات المفروض تتحط من بدري ومصر العالم كله عارفها، بيزنقك ويجي النادي الاهلي هو اللي يتزنق في الموضوع. فحاجات غريبه جدا. خلينا نعدي المرحله الاولى ونشوف، وزي ما الكابتن سيد قال الكل يلتزم ان شاء الله في مكالمته مع كابتن وائل، اعتقد مع كابتن وائل جمعه، اعتقد ده ليها مدلول جيد جدا. وانا متاكد ان كل العاملين في المنتخب على علم وعارفين كويس جدا ان 1% يعني ممكن تقعدك شهر او شهرين كمان. والله بعد الاجهاد بتاع الخلفيه، الاصابه اللي بعد كده على الاقل شد ومزق، لو شد خفيف على الاقل شهر، على الاقل. لو مزق بقى خلينا نروح في حته تانية، لا قدر الله، لا قدر الله، بعيد عن كل اللاعبين. مش عايز اطول اكتر من كده لان انا طولت قوي في هذا الامر، ولكن الواحد على اخره الحقيقه. لكن برضو عايز اقول لحضراتكم كالعاده، انا مش عارف اعمل ايه. انا بشكركم جدا 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 يعني على ردود الافعال على حلقه بيرستاو. انا عايز برضو اقول لحضراتكم سر في هذا الامر، انا المفروض ما كنتش اعمل الحلقه دي يوم الاربع، ولكن نزلت مخصوص لانه جمهور النادي الاهلي دايما في قلبي وفي قلب كل الناس ويستحق مننا كل شيء. وانا بشتغل عشان الجمهور، ما بشتغلش عشان حاجه تانية، عشان تبقوا حضراتكم عارفين يعني، ومعظم جمهور الاهلي عارف هذا الكلام. انا بشتغل عشان الجمهور، وعلاقتي في الجمهور بدات من الملعب، ويمكن انا بحب الاعلام عشان كده، بحب الاعلام اكتر من اي حاجه تانية عشان كده، عشان انا بكمل دايما مع الجمهور. فانا قد ايه السعاده اللي انا كنت فيها لما بقينا ترند رقم واحد لمده اربع او خمس ساعات، يعني لدرجه ان في بعض الاصدقاء في ماتش في بايرن ميونخ وبرشلونه وفي بطوله عرب شغاله وفي احداث كتيره وانترفيوز مهمه، محمد صلاح مع عمرو اديب، مع الاستاذ عمرو اديب وبقيه الناس شغالين وبقيه البرامج الرياضيه شغاله، وحد من احد البرامج الرياضيه كلمني قال لي يعني تعمل فينا كده، احنا جايبين، كانوا جايبين نجم كبير يعني، قال لي تعمل فينا كده. قلت له ما هو جمهور الاهلي، مش يعني جمهور الاهلي هو دايما اللي بيقف ورا قناته وورا ناسه، لانه هذه الحقيقه. جمهور الاهلي غير، وجمهور الاهلي دائما ما يكون مختلف في كل شيء. عايز اوري لحضراتكم بس ردود الافعال على هذه الحلقه مش في مصر. في مصر احنا عرفناه في يومها من جمهور النادي الاهلي، ولكن افضل حاجه انا شفتها على تويتر، على تويتر تحديدا، ان جمهور جنوب افريقيا، جمهور جنوب افريقيا نفسه بيقول ان بيرسي تاو مبسوط في النادي الاهلي، وحاطين صورته في الحلقه وهو بيضحك وبيتكلموا على ضحكته. ردود افعال رائعه جدا جدا. وده بالمناسبه كان اول حوار لبيرسي تاو في اي قناه تلفزيونيه مصريه او حتى في جنوب افريقيا. فاللي اتعمل اليوم ده
وجمهور النادي الاهلي في ظل الاحداث الكتيره جدا اللي كانت موجوده في هذا اليوم. انا الحقيقه يعني ده وسام على راس كل واحد بيشتغل في هذه القناه. الحقيقه قد ايه احنا بنبقى مبسوطين لما بنعمل حاجه، مش انا مش اسلام، اسلام بس اللي بيبقى قدام حضراتكم، ولكن هناك جيش جرار خلف كل هذه الامور. فبالتالي منتهى السعاده، وبشكركم جدا 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 كالعاده على كل اللي حضراتكم بتعملوه لقناتكم، قناه النادي الاهلي. وبالمناسبه برضو عشان تبقوا حضراتكم عارفين، امبارح كان في مباراه طلائع الجيش والنادي الاهلي، وكان الاتفاق، انا بس حتى كنت عايز اكلم الكابتن في هذا، الكابتن سيد، كان الاتفاق ما بين الاداره وما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ بناء على تعليمات من مستر بيتسو موسيماني ان هذه المباراه نسجلها. احنا كاميراتنا كانت موجوده وكنا بنسجل هذه المباراه، فكان سهل قوي ان احنا ننزعها، ولكن قناه النادي الاهلي معموله عشان خاطر النادي الاهلي. فالتعليمات اللي كانت جايه ان احنا مش عايزين نزيع المباراه دي، فاحنا بنتبع دائما تعليمات النادي الاهلي، مصلحه النادي الاهلي طلب من القناه ان هي ما تذيعش، بنسجلها وبنذيعها لحضراتكم. وكان من المفترض ان احنا هنذيعها بعد مباراه الرجاء، ولكن خلاص الكابتن سيد قال لنا لا ما فيش مشكله ان هي ممكن تتذاع بكره او بعده في اي وقت، يعني خلال الايام القادمه. فانا ما بذيعش مباراه وديه الا لو خدت اذن من الجهاز الفني، لو او نسقت مع الجهاز الفني. فبالتالي بالنسبة لنا أو بالنسبة للقناة مصلحة النادي الأهلي هي الأهم. فأنا على حسب التنسيق اللي تم في إدارة القناة أنه كان من المفترض أن يتم تسجيل هذه المباراة وتذاع ما بعد، أو تتحط في المكتبة وتذاع ما بعد مباراة الأهلي والرجاء، ولكن إذا كان حد تاني زحف فدي أنا الحقيقة التنسيق اللي ما بيننا كإدارة في قناة النادي الأهلي وما بين إدارة الكرة في النادي الأهلي أن هذه المباراة لن تذاع، على الرغم من أن احنا كنا مسجلين المباراة، كاميراتنا كان هناك، معلقنا كان هناك، وكل حاجة كانت جاهزة أن المباراة تتذاع. أنا بس حبيت برضه أقول لحضراتكم لأن شفت بعض الكلام اللي كان مكتوب على السوشيال ميديا في هذا الأمر، فأنا حبيت برضه أوضحه لحضراتكم. معاك يا عمر السكرين شوتس بتاعت المواقع في جنوب أفريقيا. طيب خلينا نطلع نشوف ماذا حدث في حلقة بيرسيتاو، وبعد كده أو ردود أفعال الإعلام في جنوب أفريقيا على هذه الحلقة الرائعة اللي أنا بشكركم جدا جدا عليها. وبعد كده نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نستقبل ثلاثة من نجومنا في النقد الرياضي. أستاذ جمال الزهيري وقع مننا النهاردة، جاله برد الحقيقة، يعني احنا كنا عاملين حسابنا ان هو هيكون موجود معانا، ولكن جاله برد فاعتذر منذ قليل الحقيقه. فهنكمل بقى ببقيه الكتيبه اللي موجوده، الاستاذ محمود صبري، الاستاذ سامي عبد الفتاح، والاستاذ عصام شلتوت في ضيافه البيت الكبير، بعد تقرير عن ردود الافعال عن حلقه بيرسيتاو اللي كانت موجوده مع حضراتكم من يوم الاربعاء اللي فات. نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل نقادنا الرياضي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. يعني هنفتقد طبعا الاستاذ جمال الزهيري، عنده شويه برد، فبرد بس مش عندوش حاجه ثانيه يعني لغايه دلوقتي. فالف سلامه ليك يا استاذ جمال، ان شاء الله ترجع بالف سلامه. خلوني ارحب بناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ يا كابتن الحمد لله بالسلامه. الله يسلمك ربنا يخليك. ايضا ناقدنا الرياضي الكبير استاذ سامي عبد الفتاح. ازيك يا استاذ سامي؟ مساء الخير يا كابتن، والحمد لله بالسلامه. ربنا يخليك يا حبيبي، مفتقدينك. شكر جدا يا استاذ سامي. ايضا ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ الحمد لله على السلامه كابتن، الحمد لله كله تمام. الله يخليك. استاذ محمود خليني ابدا بما حدث اليوم من افتتاحات في النادي الاهلي. والحقيقه انا لما سالت واتقصت وانا ما كنتش اعرف حقيقه الموضوع ده تماما، وكويس ان احنا موجودين حضراتكم طبعا اساتذتنا، ويعني تقدروا تتكلموا في الموضوع ده افضل مني. النادي الاهلي بيقعد يدفع فلوس تقريبا اللي انا عرفته يعني فرافلي كده تقريبا داخل في مليار جنيه عشان يعمل انشاءات طبعا تخص اعضاء الجمعيه العموميه وتخص مصر كلها، لانه في الاخر النادي الاهلي هو اكتر من يمول المنتخبات الوطنيه في كل الالعاب، وجبت بالارقام وكل حاجه. اذ افاجئ ان الوزاره حتى هذه اللحظه ما بعتتش للنادي الاهلي، او النادي الاهلي بعت لهم من شهر 6 اللي فات لغايه من شهر تقريبا او من اقل من شهر، و
احنا يا جماعه عملنا شقات فين عايزين يعني تحسوا بينا يعني عندنا مثلا حاجه زي الهيئه الهندسيه وهي هيئه من ومؤسسه من المؤسسات الكبيره جدا في مصر اللي بتخدم المصريين كلهم عايزين مننا فلوس فطب ادفعوا جزء معايا يعني طبعا طبعا لا طبعا عاوز اقول لحضرتك على حاجه انا تابعت طبعا الكلام اللي انت قلته والمشهد واضح مش محتاج يتقال فيه كلام انه أيوه. الاهلي احد الروافد الاساسيه في دعم المنتخبات الوطنيه هذا قدره وهذا دوره في هذا الوطن الكبير انه مؤسسه وكيان كبير وصل الى هذه المرحله وفي افرعه منتشره في جنبات الوطن كمان وتفكير في شغل تاني في مرحله مستقبليه لمجلس اداره بيواصل عمل كبير جدا وافكار جديده كده هتظهر في الساحه اكيد لابد انه الدكتور اشرف صبحي يبقى عارف ومتابع لانه العينين بترصده طبعا انه دعم طرف على حساب طرف ده في حد ذاته يعمل مشكله طب خلينا نتكلم عن ما يخص النادي الاهلي يعني فدي من النقاط الاساسيه انه اللي احنا نعرفه طول عمرنا انه لما الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي لما ياخد بطوله بالزبط. افريقيه بيبقى على طول دي لائحه واضحه الوزاره هي اللي عاملاها مكافاه للفريق الفايز خدت بطوله افريقيا في كره القدم بنفس الشيء خدت بطوله الطايره لائحه واضحه لائحه منظمه للمساله للدعم ما هو طبعا لو اي حد يعني احنا فاتحين الحوار النهارده لاي حد عايز يتكلم يعني لائحه واضحه لكن على ما يبدو انه حجم يعني الشغل الكبير اللي عامله النادي الاهلي في استثمارات على الارض والمنشات اللي بتقوم بيها الهيئه الهندسيه بامانه حاجه كبيره جدا وحاجه مهمه جدا والاهلي يمكن المجلس الحالي وعد بالافتتاح بعد الانتخابات لانه ما رضيش يعمل افتتاحات يوم الانتخابات عشان ما حدش يقول ايه انا بعمل عشان تديني صوتك اتاجلت عشان الصوت اتاجلت وهو ده النادي الاهلي فانا عايز اقول الحقيقه معلش بمناسبه قبل ما حضرتك تكمل بس عندي لقطه مهمه جدا جدا وان دلت فهي بتدل على ان النادي الاهلي هو نادي المبادئ والاخلاق ايه اللي حصل والتطوير التطوير طبعا ايه اللي حصل على فكره يعني ده كلام ثابت ولا انا هقدر اضيف فيه ولا حضرتك هتقدر تضيف فيه ولا حد يقدر ولا حد يقدر يقول حاجه لا الاهلي ثابت مبادئه ولو حكينا في قصه المبادئ اللي هي ليه لان النهارده شفت لقطه لطيفه جدا اللقطه دي إيه يعني لو مجلس الاداره اللي داخل ده بيفتتح هيعمل هيحط اسمائه بس طبعا ده طبيعي على فكره طبعا. انا جاي افتتح بالظبط الصالات دي ايه اللي حصل النهارده حاطط القايمه بالمجلس الناس المجلس السابق اللي هو اللي كان موجود من شهر طبعا والمجلس الجديد اللي موجود دلوقتي ده مش هتشوفه على فكره مش جديده يعني ده مش هتشوفه غير في النادي الاهلي الاستاذ ابراهيم الكفراوي كان موجود النهارده وكان بصفته ولو كانت الناس الثانيه يعني اعضاء مجلس الاداره السابقين كان متاح ليها كلام عايز اقول لك على حاجه ده بيخليني ما هو ده متوارث وهذا التوارث بيكون نتيجته انك كوادرك ومبادئك وحاجات انت محافظ عليها لما تيجي تشز تلقى في ناس من داخلك ترفض هذا الكلام يا محمود هي العيله دي كده وهتفضل بثوابتها يعني مش هتقدر تغيرها لانك لو خرجت عن الطريق زي ما بيقولوا المستقيم تلقى في حد يطلع يقول لك لا انت هنا عملت كده غلط انا عايز اقول ايه انه الاهلي يستحق من وزاره الشباب والرياضه ان هي تمد يد العون وانت شايف مكان ودوره بيمثل دعم للمنتخبات الوطنيه 70% قياسا على كل الالعاب يستحق انك انت بتيجي في لحظه انك انت مش تشيد تدعم تطلع تتكلم تطلع تقول لا في الجزئيه دي وعاوز اذكر بحاجه انه في الفترات السابقه كان يطلع يقول لك ايه وزاره الرياضه هتعمل حمام سباحه في الحته في النادي الاهلي وزاره الرياضه هتعمل مجموعه ملاعب في المكان الفلاني الكلام ده في الفتره الاخيره انا شايفه انه قل انا شايفه ايه اختفى تدريجيا والصوت مش واضح اتمنى ان اسمع صوت صديق العزيز دكتور اشرف راجل صبحي محترم الحقيقه وهو بامانه شديده على مستوى شخصي راجل مهذب جدا طبعا. بس عاوز اقول له الاهلي يستحق انك تكون في ظهره الأهلي يستحق بما يقدمه للرياضة المصرية كأحد روافدها الأساسية يستحق أنه تبقى موجود وتبقى الوجود بتاعك مش للظهور فقط الوجود بتاعك بيكون بدعم لسلسلة الافتتاحات الكبيرة جدا الصالات الكبيرة جدا الأهلي بيلعب دوره بيأديه مع وطنه هو الأساس رقم واحد بالنسبة لينا وللنادي اللي هو مصر بدون مصر لا شيء كل ده بيدوف في كيان واحد هو جمهورية مصر العربية انت بتبذل وبتعمل النشء ودورك الكبير جدا بتلعبه كمؤسسة وطنية
انك بتقدم للبلد المواهب والنجوم والابطال اللي بيقدموا ويمثلوا، لانه دي فترينة العرض. ظهورك في منتخب بلدك ده فترينة العرض الاساسيه طبعا. انت يعني بينمو الشاب عندك وبتصرف كل المصاريف دي كلها، بيبقى عبارات انك انت مسؤول الدوله يطلع يتكلم يقول انه اتعمل 1 2 3، ده في حد ذاته هو ده المعنى المعنوي. لكن في نفس الوقت برضه محتاج دعم مادي، محتاج انك انت بطوله افريقيا من 2020 مثلا الاهلي ما ياخدش مكافاه لغايه دلوقتي، ده حاجات بسيطه انا شايفها. لكن الدعم الاساسي يا استاذ عصام في جزئيه حجم الانشاءات الكبيره جدا، مبالغ رهيبه جدا بتدفع، تحتاج ان وزاره الرياضه برضه من حين لاخر انها تقدم دعم مهم جدا بمسانده الاهلي. وهذا الدعم ليس يعني مش لائحه منظمه، مش لائحه منظمه. في حلقه سابقه كابتن اسلام اتكلمنا عن افتتاح جراج مدينه ناصر، نعم، وقلنا ان هذا الجراج بيخدم المنطقه مدينه ناصر كلها والمحاور اللي حواليها. يعني الاهلي بيساهم، هو اللي ادى الموافقات، يعني هو اللي ادى الموافقات. الرئيس كان الدوله، الرئيس عبد الفتاح السيسي كان معدي شايف، قال لك ايه ده اعملوا كذا، الموافقات طلعت، الموافقات تسارع العمل فيها طبعا. يعني الاهلي بيساهم في بناء دوله وجمهوريه جديده ودوله جديده طبعا. فيعني اذا كان مثلا على سبيل المثال الجراج مدينه نصر مرحله سابقه، احنا دخلنا دلوقتي في انا بسميها مش مجمع صلاه، انا بسميها مصانع ابطال. يعني مصانع الابطال دي اللي مجمع الصلاه اللي انشئ في الشيخ زايد، يعني مهم جدا، بيحتوي النشء اللي في هذا المربع الكبير جدا، الجيزه كلها واكتوبر وزايد، وبيضم يعني هتقولي لي لقطات يا شباب برضه عشان نشوف عدد الموهوبين اللي كانوا شغالين، يعني واحنا شغالين يعني حاجه طبعا. يعني انا شفت عناصر اعداد كبيره جدا، وانا ليا حافتين على فكره بيلعبوا كل السله في الجزيره في زايد فبالتالي مجمع الصالات ده يعني مش مجرد يعني مبنى اتبنى ولا بيتفاخر بيه استضافه النادي الاهلي، لا ده اضافه للبنية التحتية الرئيسية الرياضية الرئيسية لدولتنا كلها لمصر. اهو بص حضرتك عدد الشباب او عدد الموهوبين اللي موجودين، يعني الناشئ اللي موجود، وبص يعني الولاد بسم الله ما شاء الله والبنات حاجة جميلة، طلع منهم 20 30 بطل مصري بالظبط. هي جيانا، هي جيانا فاروق طلعت منين؟ ما طلعت من هنا من الصالات دي طبعا. فانا بالتالي انا عايز اقول يعني دعم، مش دعم وزارة الشباب يعني ده مهم جدا عشان يساعد النادي الأهلي وغير النادي الأهلي طبعا. يعني كل من لديه فكر في ان هو يطور منشآته، ده مش يعني مرحلة مهمة جدا ان احنا نشئنا واولادنا يلاقوا مكان رياضي يحتويهم ويبني اجيال جديده لبلدنا. فبالتالي انا يعني تاخر وزاره الشباب والرياضه في تقديم الدعم والمسانده الماليه المطلوبه، لان يعني مش عايزين نقول ان دي مساله مكلفه جدا ولا يعني، لا انا بقول لحضرتك رقم ولا يعني قد يكون اقل شويه اعلى شويه، لكن المليار جنيه ده مليار جنيه خلال الاربع سنوات اللي فاتت في انشاءات او في خلال السنتين، انا مخليني اتكلم كلام اللي انا شفته بعينيا وسمعته وشفت ورق ليه، ان احنا السنتين داخلين في مليار جنيه مليار جنيه في عز ما كان عندك كورونا وعندك مش عارف ايه، مفيش مصادر الدخل، اقتصاد العالم نفسه بيصرف، بالتالي يعني لازم يكون في مشاركه سكواش. في مشاركه حقيقيه من وزاره الشباب والرياضه ممثله في الدوله، يعني شريكه في هذه المنشات. يعني احنا بنقول بعد كده هنستضيف بطوله افريقيا في دوره الالعاب 2027 ودي تجربه هتكون لكاس العالم 2030 اللي طبعا. ان شاء الله هنقدم ملف مشترك مع السعوديه، بالتالي الملاعب دي كلها هتخش في مثل هذه المسابقات اللي بيقول عليها الاستاذ عصام والاحتفالات الكبرى يعني الرياضيه الكبرى. فيعني لازم يكون في مشاركه ايجابيه بطلت العالم من الدوله دي طالعه من الصالات دي طالعه من السكواش. يعني الاهلي لم يفوتوا دعوه معتز عاشور طبعا، اتحاد تنس الطاوله
خلي بالك يا سامي كمان الاهلي بيساهم بدوره وبحصته في الجمهوريه الثانيه في عنواننا مصر الجديده في المنشآت دي، وبالتالي لا ده عمل لابد من ان احنا نشوف اللائحه المنظمه بتقول ايه يا استاذ محمود وفي وجودنا كلنا اهو، وعسى ان يكون السيد الوزير ليس على مكتبه ما يفيد تاخر الدعم للنادي الاهلي. يمكن ليه؟ لانه مستحيل يكون على مكتب دكتور اشرف صبحي ما يفيد ان اللوائح تؤكد ان مع المباني ومع تحقيق الميداليات والبطولات سمت لوائح تنظم صرف المنح والمكافآت والمساهمات ويكون هو تأخر، اكيد في حاجه غلط. مش مفهومه في مكاتب يعني متشعبه يعني في هذا المبنى الكبير العريض. وانا اعتقد انه مع حلقه زي ده كابتن يعني اسلام اتمنى لا انا الحقيقه اكيد اطرح التساؤل على المبنى. انا الحقيقه سئلت عندما سئلت عن هذا الامر من البعض يعني، وخليني اقول لحضراتكم انا لما سالت قلت لا ممكن يكون سياده الوزير نسي بس، او يعني من يعملون في هذا الامر ممكن يكونوا نسيوا. انا بتكلم بجد والله ممكن يكونوا نسيوا، فاحنا بنفكرهم يا جماعه عايزين مكافئات التسعه والعشره مش محتاج يعني فخلاص معلش بالظبط كده التسعه والعشره وحقنا انا بتكلم عن حق النادي الاهلي. لا هو حق مش طبعا بتكلم طبعا. على منحه او المكافاه المكافاه دايما يعني تكون للبطل بالظبط، لمن يتصدر المشهد، لمن يقدم، لمن لا يشكو، لمن يعمل في هدوء دي وفي استقرار. يعني ده حق محمود ده حق يعني طبعا طبعا يعني النهارده الاهلي لما يفوز ببطوله افريقيه ولا ميداليه برونزيه في بطوله كاس العالم للانديه لازم هذا الحق موجود زي ما انا بيقولوا الاهلي كذا بيقولوا الاهلي المصري لها جدول لها جدول زي ما ميداليه اولمبيه لها جدول لها جدول مكافآت ماليه قديمه يعني لها قديمه موجوده معطله ليه؟ ده سؤال انت طرحته ويستحق الاجابه. متاكد ان هيبقى في اجابه قريبا جدا لازم يبقى في اجابه من السيد الوزير طبعا طبعا راجل محترم جدا ويقف على مسافه واحده هو رياضي بالاصل يعني هو بالظبط كده. طيب اعتقد يا استاذ عصام هي انشاءات وتطوير في الانشاءات يستحق الحقيقه التحيه لمجلس الاداره السابق ولمجالس ادارات النادي الاهلي بالكامل الحقيقه بالكامل صحيح، لان احنا ولكن خلينا نتكلم على القريب يعني مجلس الاداره السابق وان شاء الله بقى الجاي لسه هنشوف هيعمل ايه خلال الفتره القادمه ان شاء الله، لانه العمل مستمر و و و و و والموروث واحد. العائله الحمراء دايما عندها الذي ياتي لقياده العائله هو اللي بيجمع كل الشغل ويكمل على سابقيه، وبالتالي دورة العمل ودولاب العمل يعني مستمرين في إثبات أنه فعلا هذا المكان هذه الأرض اللي بتشكل يعني عظمة جزء من تاريخ مصر وهو النادي الأهلي لا يليق بها أنها تكون بالفعل مقدرة، يليق بها أنه تبقى فخور وانت عضو جمعية عمومية في النادي الأهلي وانت بتشجع النادي الأهلي، لأنه النادي الأهلي أصحابه الحقين وهم جماهيره اللي الحصة بينه وبينهم هي الحب والعشق والتفاني بدون كارنيه ولا أي شيء. وبالتالي أعتقد أنه ده يعني يقودنا للكثير والكثير عن حصص الهيئات الرياضية الوطنية ماذا تقدم للجمهورية الجديدة، ماذا تقدم في مشروع مصر الجديدة، وأعتقد لم يساهم أحد حتى الآن بما قدمه النادي الأهلي. وهنا أنا قلت لحضرتك أنه دايما عايزين نقول للمسؤول الأعلى، لأنه البعض وأنا قلت لحضرتك أنا ما بحبش حكاية انفرادنا وقلنا وسبقنا، لكن ده حصل قلت لك أن الأهلي سيقاوم وأن الأهلي ستوضع أمامه مطبات صناعية كتير. العربية ماشية بسرعة الصاروخ أنت لا تشكو لو أنت فاكر بقى والأساتذة هم أنت لا تشكو ضائقة، أنت تبني في وقت الناس مش عارفة تبيض مش عارفة تبني، أنت بتكسب بطولات في وقت الناس بتقولك أروح فين وأجي منين، فلازم تبقى نموذج شذيت عن قاعدة الفشل. وبالتالي يا أخي افتتاحات سرية لمقر كان موجود فيه انفنتينو وأنت قلته، وافتتاح السر ده اروح فلاقي ناس اصلا اكنهم جايين رحلات مدارس وهم بيقول لك الافتتاح سر مش هيجي فيه 10 تنفار، اروح الاقي 600 700 واحد على الاقل هناك والصحفيين فقط محبوسين في اوضه فوق وكل القيادات القرويه ده مع
طبعا مع الافتتاح الكبير طبعًا في الاقصر طبعا اوتوبيسات جايه العالم كله لا العالم كان كله في الاقصر والناس ورا شويه فخلص انت نفسك في المطار السري يعني سريعا مارش لانه كان في حدث عالمي بقى وقتها ما انا بقول لك اهو مع ان ده عامل مقاويه يا اخي عيب مقاويه كره القدم على ارض مصر 100 عام كره قدم لا ده ناقص المقاويه كده خلصت يا استاذ عصام المقاويه خلصت طبعا ما نعرفش انما انت تروح ومصر بتعيد تاريخ 7000 سنة الطريق ماشي عليه المصري القديم من 7000 سنة استاذ عصام اسالك على سؤال عشان معلش تروح تفتح العصرية لا اسالك سؤال يا ريس معلش معلش هو الافتتاح ده مش المفروض كان يحضر رؤساء الأندية طبعا اللي هم اصلا هم تكوين هم الجمعية العمومية بتاعت اتحاد الكورة طبعا مين اللي حضر يا ريس يا بما انا بقول لحضرتك لقيت رحلات مدارس ورا بقى خالص في ناس معاها قصب وناس معاها فسيخ وناس فرشة كده في الأرض أكنك في القناطر زمان يا اخي انا هتحاسبني على الكلام ده مع ان الدعوات كانت محدده يمكن بكام نفر فسالنا السؤال الاهم انفنتينو هنا دكتور موتسيبي هنا اللي هم انقلبوا عليه العربين اللي جابوه برضو وقال الاسد انهم العرب بتوع الكاف تمام لان الراجل عايز يعمل تاريخ وعايز يجيب كلينا وعايز يطور فكانوا اضلع المساله كلها هنا لماذا لا ننظم معهم اولا مناهج الكره المصريه من اول وجديد بدل بقى في مبنى زي ده ثانيا ازمه النادي الاهلي اللي تكتشف وحضراتكم طبعا عارفين بس احنا بنقول لجمهور القناه المحترم انه الخطابات المتبادله بعد الفيديو كونفرنس الاجتماع النص ساعه تكتشف ان ما كانش فيه خطابات رغم انهم ده لسه الموضوع اللي جاي هنتكلم عنه ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل هرجع اتكلم عن مشكله تضارب المواعيد هو احنا فجاه لقينا الميعاد هل ما كناش نعرف ان كاس العالم هيتلعب وكاس الامم الافريقيه النهائي بتاعها يوم كذا هل النادي الاهلي نادي مصري ولا فوجئنا ان هو نادي مصري بعد الفاصل هنجاوب على كل هذه الاسئله اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين السؤال قد يبدو غريب هل النادي الاهلي ينتمي للانديه في مصر ما تضحكش ولا ينتمي لمصر يعني معلش كبير الانديه انا لازم اسال لازم اسال كبير الانديه لازم اسال السؤال بالشكل ده معرفش اتفضل يا استاذ النادي الاهلي هو قلب مصر يا كابتن اسلام انا قلت ان هو شريان يعني شريان النيل بيدي للمحافظات كلها لا طبعا لا طب بص عاوز اقول لحضرتك على حاجه الغريب الغريب والمريب في المساله صمت اتحاد الكوره وصمت اللجنه الثلاثيه طيب المشهد اللي احنا شايفينه واضح قدامنا وشايفينه بصوره واضحه مش محتاجه كلام انه احنا في افريقيا عرفنا مش عرفنا احنا عارفين قيمتنا بس عرفنا قيمتنا قوي بالنسبه للاتحاد الدولي وللاوروب والاوروبا لانك لو لاحظت التصريحات في الفتره اللي فاتت من المدربين في الدوري الانجليزي تعرف من تكمين كلوب ومن غيره ها انه امم افريقيا مش في الحسابات تشيلسي قال للراجل رئيس الاتحاد الدولي انا يا عم مش فاضي غير من الفتره اللي هي 6 ها من 16 من 6 ل 16 ل 13 ومش من يوم 6 ده هيجي لك اعتقد هيجي يوم 8 باين اهو هيجي يوم 8 عشان يلعب ماتشاته انا مش فاضي لك غير بايه في الحدوته دي غير كده انا مش هقدر اجي وكلف نفسي واجي عشان العب لك البطوله اللي هي بطوله دعائيه بالدرجه ولكن هي بطوله عمليه اتحاد دولي بطوله رسميه بطوله تحت مظله الفيفا تحت مظله الفيفا طبعا ليها خلاص انت الرؤيه واضحه بالنسبه لك هنا ولا مش واضحه كابتن سيد ما اهو فكرني بالنقطه دي بس اتفضل واضحه ولا مش واضحه طبعا خلاص كل الكلام راح على فين على انه ايه امم افريقيا وعشان ما نضحكش على بعض صعب جدا ان انا اعدل لك ميعاد امم افريقيا من 9 يناير ليه 6 فبراير عشان اقول لك كاس العالم هو الراجل ده خد القرار وعلى فكره لما خد القرار لانه الاتحاد الافريقي اصبح تابعا مش من دلوقتي من ايام احمد احمد سلم الاتحاد الافريقي لاوروبا عدل كاس الامم عشان يرضيهم عمل كل اللي يقدر عليه في بطولات عشان يرضيهم وفي الاخر رجعت امم افريقيا تلعب في الشتاء كان اول اتجاهنا تلعب في الصيف في جو صعب جدا لكن رجعت لانه الظروف صعبه هنا موقف النادي الاهلي لم يسعى حتى اتحاد الكوره ولا المهندس احمد مجاهد ولا المهندس هاني بريده انهم يبحثوا عن حل بمعنى ايه انا رايح كاس العالم للانديه وعندي من تشكيله الفريق بتاعي ال 11 الاساسيين هسجل قائمه 23 منهم 11 مش هيبقوا معايا يعني عندي كام 12 لاعب انت اديت طرح بديل
انا تابعت وسمعت كلام كابتن سيد على فكره. هو انا معاه في وجهه نظره انا معاه في وجهه نظره انه انا اركز دلوقتي في السوبر يعني انا خليني الاول اخدها ايه اخدها ايه واحده واحده خليني في السوبر في الظروف والاصابات اللي عندك احتراف شديد وكلامه على فكره 10 على 10 قال لي انت لو سالتني دلوقتي انا اقول لك ما اعرفش انا ما اعرفش ما اعرفش وفعلا ما اعرفش لان هو على فكره انت حاجه غريبه انا الصور اللي جت واحنا شغاله الصور دي ليها اسبوع 10 ايام مع عادي جدا ممكن اتصور معاك ونقعد مع بعض لكن مش هتكلم عنك وانت مش في الحسابات ليه؟ كده انا مين قال لك انه الراجل اللي قاعد هناك ده بيتكلم معايا ممكن انا بتصور معاه وما بتكلمش معاه بس هي الصوره انا بكلمك اهو لكن هو السؤال مين اللي هنا انت الحساب اللي يكون عليه طب انا واحمد مجاهد صوتي يوصل لمين ده انا بريده يعني لازم انا بتكلم بس خليني اقول مسؤولي بس يعني الاهلي بيتكلم اتحاد الكوره مين اللي هيوصل لرئيس الاتحاد الدولي هنا بريدة ان انا قاعد معاك على ترابيزه واحده فاجي اقول لك ايه انا عندنا مشكله عاوزين نحلها طب مش هنعدل في المواعيد اديني بقى حل بديل للاهلي عشان يقدر يلعب في البطوله هل كده عنده مشكله محمود فين امانه المسؤوليه كرئيس لجنه بالظبط كده ما خلاص بقى لا ما دي يا استاذ سامي المشهد يعني المشهد قدامك معلش انا معاك المشهد قدامك مرتبك مش عاوز انا مش عاوزين نتجوز في حق حد لانه مش عاوز اقول لك الاداره ما بقتش بي لا يعني, يعني بص لا اداره الناس واقفه في كلب ما انا سوري مش عاوزين نقول كلام مش عاوزين نقول كلام الاداره دخلت فيها لا الاداره دخلت فيها حسابات الشخصنه ما بحبش اسلام في الفتره الموجوده فمش هبقى معاه فخلاص اعمل ما هو ما هي واضحه كده مصلحه طبعا ما هو واضحه كده الحسابات كده انا يعني عاوز اقول لك ايه بس دي مصلحه للبلد دي البلد دي كرة القدم محمود صناعة بهجة وصناعة أمن قومي فين بقى فين بقى المصلحة فين العمل والبلد لما الجماهير مفيش يا ريس يشوف الصورة اللي احنا بنشوفها دي وانتوا مع انفنتينو هما بالصورة دي بيخوفوا الناس مثلا انتوا ما حدش يقدر يجي جنبينا احنا معانا ده مش بيخوفوا الناس انا قاعد بتصور معاه افهم منها ايه لا لا انا بتصور معاك ومش هتكلم عليك افهم منها انا مش شايفك يا اخي فعلا على ذكر كاس يعني العرب بقطر الشقيقة شيء رائع وشيء حاجة جميلة جدا بقى الناس بتشتغل لوطنها الرجل العظيم يعني محمد بن همام ها شر رقبته على كفه علشان قطر تستكمل طريقها ل 2022 تمام ورضى بالاقصاء عشان كان اما هو ها او استكمال مشروع قطر لا طبعا ولا كلمه ولا زايد ولا راهن هذا الرجل العظيم تمام انا والله يعني اعرفه يعني يا دوبك انه رجل عمل عام يعني انا بقول كلمه حق بينما انت الاخر بيخلي الكره عندك تقع وفي الاخر يتصوروا مع انفنتينو بيدوا اشاره لمين يعني يا جماعه لو للقال مش عايزين حد قديم ان احنا معانا انفنتينو يعني شيخ طيب عموما بص يا استاذ اسامه عشان نكمل كلامنا اهم في هذه النقطه دلوقتي ومن الواضح ان الناس متابعه وبترد يعني فالكابتن الاستاذ احمد مجاهد قال لبرنامج الماتش الصديق العزيز طبعا هاني حتحوت قال ان منتخب مصر هيشارك في امم افريقيا بالكامل إذا صح هذا التصريح يبقى كويس بس معرفش ليه مش بيقول لنا بس ماشي منتخب مصر يعني هيشارك هفهمك منتخب مصر هيشارك في بطولة أمم أفريقيا بكامل نجومه والأهلي سيشارك بكامل نجومه في كأس العالم للأندية بدون تفسير واتحاد كرة القدم كان له دور وليس كل ما يعرف يقال الله اكبر لا 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 انا بس عايز لا معلش دخلنا في وزير رمضان كابتن نظريه الامل السر حد يقول لنا يا جماعه طب هو يعني ايه كل ما يعني ما تقول يا جماعه ان الاهلي هيلعب بكامل نجومه وده هيلعب عشان كذا 1 2 3 طب مش الناس هتعرف انت بس خبر ما انت خلي بالك انت ما خدتش بالك من تصريحات كارس وبعدين هو ده النهارده لا كارس كروش قال تصريحات اول امبارح قبل ماتش الاردن قال لك احنا معانا طياره هجيب لعيب لعيب الاهلي هيبقى يعني يركب طياره يلعب هنا ايوه ويروح يلعب الناحيه الثانيه يعني ريحونا احنا عاوزين توصلوا قال لك بدون تفسير كابتن احمد كابتن انا عارف انت بترد على اللي احنا بنقوله هنا انا عارف كويس جدا ولكن فضل حضرتك ليه بدون تفسير اذا صح هذا يا جماعه بعد اذنكم في الاعداد يشوفوا لي الموضوع ده هل فعلا اتقال هذا الكلام ولا لا ايه فزوره لو سمحت احنا كده قدام فزوره لا مش فزوره مش واضحه يعني مش واضحه في المعالم يعني يعني منين مونديال الانديه من 3 ل 12 بكامل نجوم الاهلي وكاس الامم الافريقيه من 9/1 ل 6 فبراير بكامل نجوم المنتخب طب في 13 او 11 لعيب من الاهلي بشكل اساسيين بره الحوار ده يعني عايزين نفهم بالظبط احنا
يعني الاجابه اللي اتقالت في ممكن اقول لكم معلومه؟ اتفضل. مش واضحه. اقول لك معلومه ممكن اذا اقترب الحل ده فالرجل موتسيبي يسعى اليه دكتور موتسيبي. انا بكلمكم بقى كلام مهم جدا لانه فتح الباب. تشيلسي لن يشارك الا في مدد معينه بكامل نجومه. وبالتالي الراجل بدا يتكلم مع انفنتينو لانه قلت لكم هو قلب على العرابين اللي معاه، فبما انه الكباتن عرفوا فعشان كده بيقول لك بدون ايضاح. ليه؟ لو اتحلت يبقى الراجل هو اللي هينتصر لحق النادي الافريقي. متسبي واظن بقى ده لا نسيبي ولا جوز خالته ولا حاجه. انا بقول لك كلام واضح اهو. هذا الرجل سينتصر لصالح النادي الافريقي اللي اسمه النادي الاهلي. بتعتقد الانتصار هيكون طبيعته ايه؟ هيكون طبيعته مدد متغيره على حساب كاس الامم. هم عايزين بص هم اصلا برضه عايزين يكسروا. ايوه خش لا خش في ال يعني في لا خش في الموضوع يعني على طول. متفائل ان هيحصل. طبعا لا 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 خش على تكسير كاس الامم. أيوة. والتقليل منها. أيوة. بصوره غريبه جدا هنا. يتبان يا كابتن اسلام يتبان قدره الدفاع من خلال رئيس الاتحاد الافريقي عن البطوله رقم واحد بالنسبه لك. ان البطوله المهدده وفقدت محترفينها. تخلي بالك ممكن تفاجئ الان هناك ازمه في مشاركه محمد صلاح مع المنتخب الوطني رغم هناك اتفاق مسبق مع اداره ليفربول بسبب اولمبياد طوكيو انه احنا هنسيبه هنا وانتم هتسيبوه هنا. هناك الكلام بدا ايه؟ يبقى في نوع من التراجع. ليه؟ خلاص ليفربول دخل في سكه الدوري بالزبط. في منافسه انا هسيبه لك تروح تلعب لبطوله افريقيا ومش بس. عارف مين مش هو بس انا بكلمك ومانيه والكلام ده. فدي برضو من الحسابات ان انا هنا في الحاله دي ايه ممكن ايه يقول لك طب اضغط عليهم طب خليها بطوله كده من غير المحترفين واللي يقدر يجيب يجيب واللي يقدر ما يجيبش خلاص نعملها بطوله ونكمل كده ايه خلاص. لا انت ايه لا في هنا كلام يعني كده في كلام من ناس قريبه يعني اصحابنا بس سيبك من مساله الالغاء والنقل والكلام ده خلاص الموضوع انتهى. كلام من ناس اصحابنا ان الراجل دكتور متسبي قال ان هو قد يقود ثوره افريقيه على الفيفا ويمنع اصلا كل الروافد اللي بتستفيد منها الفيفا في حكم كره القدم وعليا وعلى اعدائي. ولو نوع الثوره دي ما كان بدأها من اول ما هي يعني مش خناقه برضه يا استاذ يعني بقول لحضرتك كلام المسؤولين يعني في الاعلام بيقولوا لنا كده مشكورين يعني اللي هو طمأنت ان الراجل بيحل للنادي الافريقي اكتر من بس هي عنصريه اوروبا وضحت يا عم والانديه ما خلاص ما انا عارف بس العنصريه واضحه. لا بس انت خلاص اوروبا العجوز بتمتص شباب افريقيا. ايوه ماشي. هو بقى ده خلاص انا باخد منك كل حاجه كويسه جدا عشان انا عندي القصه دي انا بكلم. اذا لم يكن هناك موقف واضح وصريح في التخلي عن المصالح الشخصيه بهدف انه الحفاظ على الكره الافريقيه. خلي بالك الكره الافريقيه اتفضل استاذ محمود. طيب الموضوع فيه شركات. طيب. واذا كان الراجل بيحاول فقلت لك عربينه وسابوه لان هم مع التانيين. عموما اتمنى ان التصريح ده يكون حقيقي واتمنى يعني خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل هيكون حقيقي وبس هيكون لابد ساعتها ان احنا نقول انه في رئيس اتحاد افريقي قدم للانديه الافريقيه ما لم يقدمه احد. والله بعد الفاصل هنشوف اذا كان هذا التصريح حقيقي ولا لا بعد هذا الفاصل. بنتابع مشوارهم وبنشجعهم لحد حلمهم ما يبقى حقيقه. الاشبال الثلاثاء الساعه 8 مساء على قناه الاهلي. الاهلاوي مش هيسيبنا. من كل مكان في العالم
اعرفه من 35 سنة. من الآخر كده إبراهيم ده أرشيف متحرك. عدل القياس الصندوق الأسود بتاع النادي الأهلي. صفقات صفقات صفقات. حاجة غريبة جدا. أنا عندي منة ومحمد. وأنا عندي منة ومحمد. يبان في مناكفة، في شقاوة في الشغل بينه وبينه. أقعد أقول له لأ، هو يقول لي آه. وبعدين بقى على الهوا هو مدرس العربي بتاعي. مناكف مناكف مناكف. المرفوع والمنصوب وبتاع ما بيجليش. لا بس يكفيك شر غضبه. شوف الشاسيه بقى ده. في 74 مناكفة عدل طلعت مجلة الأهلي. وبعدين أهم ميزة بقى ما استلفش عمره مني فلوس يعني. عدل القيعي فصل مع الجن. عشنا أحداث كتير جدا مع بعض. رحت أنا والمهندس عدل القيعي كل مرة في كأس العالم للأندية. لما جت على روسيا بقى وكأس العالم خلع مني وراح لوحده. ملك وكتابة مع عدل القيعي وإبراهيم المنيسي. غدا الساعة 9 مساء. على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا. أداء المنتخب طبعا كان متفاوت. الشوط الاول لغايه اول 30 دقيقه تقريبا ما كناش بنعمل حاجه تقريبا، وبعد كده تقريبا الماتش كله بتاعنا. لو كان تم الموضوع ده من الاول كان طبعا كنا طلعنا كسبانين من الشوط الاول، مش هنقول من الشوط الثاني حتى. بس المنتخب برضو في المجمل لا، اداؤه كان محترم مقارنه باللعيبه اللي موجوده، مقارنه بالناس الجديده، مقارنه بان هو بيحاول يعمل خطط جديده. بنتمنى بس ان هو يعني يوظف، يعني يوجد توظيف للعيبه. مفيش مشكله في التجارب، مفيش مشكله حتى في الخساره، بس يوجد التوظيف السليم للعيبه عشان الماتشات بتاعت كاس العالم اهم من كاس افريقيا. التايم الاولاني كان صعب علينا شويه، ما نعرفش بقى هل هو فوقان من فريق الاردن ولا تريح من الفرقه بتاعتنا، لكن الحمد لله ربنا ادركنا التعادل قبل نهايه الشوط الاولاني بدقيقتين ثلاثه. ده برضو ادانا نوع من المعنويات ونزلنا خلصنا الماتش الحمد لله بشكل جيد. التغييرات كانت كويسه جدا وربنا يسهل لنا في اللي جاي بقى باذن الله. عدم وجود، يعني انا ما اعرفش ليه احمد رفعت ما ينزلش من الاول، ليه قفشه ما يلعبش من الاول. في كل واحد يلعب على عدليته على في البوزيشن بتاعه بيبقى احسن، لكن احنا دي مغامره. ما ينفعش ان احنا نلعب مع تونس الماتش الجاي بالطريقه دي اللي هي التخيلات، اللي هو ده هيدي مهند كويس، لا ننزله، لا ما اعرفش ايه. رفعت يلعب من الاول، قفشه يلعب من الاول، اذا كان اكرم ينزل من الاول، وهكذا يعني. عشان تونس هيبقى عندها طموح السنه دي ان هي تاخد الكاس. الماتش كان صعب يعني، كان هيهرب مننا، بس الحمد لله ربنا وفقنا يعني. اللعيبه كانت رجاله ان هي قدرت ترجع الماتش يعني تاني وتتعادل وتكسب الحمد لله. التشكيل مش احسن حاجه، هو دايما بيحب يبتدي بتشكيل مش احسن حاجه وبعد كده يصلح التشكيل بتاعه. في يعني في التشكيل اللي كل الناس بتبقى قاعده متفقه عليه، بس ده ما بيعملوش. هو دايما بيبتدي بتشكيل مختلف خالص، اللي هو محتاج يقول انا مختلف يعني، وبعد كده يلاقي الدنيا بتبوظ منه فيبتدي يظبط الدنيا وينزل التشكيل الناس بتتفق عليه. هو الشوط الاول ما كانش حلو قوي، لكن الشوط الثاني يعني ابتدوا يمسكوا كوره شويه غير الشوط الاولاني، وبصراحه كان اخر شوط هو اللي كان فيه شغل جامد يعني. هم اللي حسسونا ان هم شغالين، ان ابتدى ياخدوا الكوره ويشتغلوا ويدافعوا، لكن اول شوط كان وحش جدا، بس الحمد لله ان احنا كسبت الحمد لله. الشوط الاول كان وحش جدا يعني، كان الشوط الاول كان المنتخب كان سيء للغايه يعني. انما الشوط الثاني الحمد لله يعني قدروا ان هم يقفوا على رجليهم وبداوا يشتغلوا كويس وبدا الشوط الثاني يبقى كويس. وفي الشوط الثالث والرابع بقى يعني منتخب الاردن يعني من ناحيه اللياقه البدنيه بدا يريح، ف
وده اكبر دليل ان منتخب مصر كسب بنتيجه كويسه يعني في الشوط الثالث والرابع بس، فالحمد لله على المكسب يعني. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. يعني اداء منتخبنا الوطني يا استاذ محمود خلال المباريات السابقه في بطوله كاس العرب هي بطوله الحقيقه رجعتنا لماضي رائع جدا وانغماس في الوطنيه العربيه الحقيقه واحداث كثيره جدا وحماسه كبيره جدا، ولكن في النهايه منتخبنا الوطني يؤدي بشكل رائع الحقيقه، وكنا متوقعين ولكن قلقنا شويه في النص ورجعنا تاني. رايك فيما حدث في البدايه؟ يعني لابد من توجيه الشكر لقطر، نعم، بامانه شديده، وكانت موفقه جدا في اختيارها انها تعمل البطوله دي في التوقيت ده. صحيح، قرار رائع، والاروع من كله التحكيم. ده درس. انا يعني ده ده اتكلمت بكره ان شاء الله، بقى انا عندي بكره بص عارف لو التحكيم غير دول، يعني لو كان التحكيم باطقم عربيه ويعني كانت ما كانش البطوله، لكن هناك التزام بامانه شديده جدا. يعني انا شفت كل الناس كانت متخوفه من مثلا من ماتش المغرب والجزائر. ايه الجمال ده؟ مصر والجزائر، ايه الجمال ده؟ الالتزام ده والعلاقه والجمهور مع بعضه. ليه بقى هنا؟ لان هناك قانون واضح انه اي حد هيخرج عن النص ايوه خلاص الطياره قاعده مستنيه. يا رب برافو عليك. بص عايز اقول لك على طول، هناك قانون واضح. بص عايز اقول لك على حاجه، على احتواء بقى ولا مساس ولا مع زي ما بتعمل زي ما بتعمل بطولاتك مثلا في الامارات، على طول اي حد هيخرج عن النص هيروح في عارف وعارف حدوده ايه، وانه المساله لا تتجاوز الملعب والاحتراف. لكن الناس لازم تفهم انه بطوله كاس العرب يا جماعه دي بطوله اعداديه. يعني ايه اعداديه؟ بالنسبه لكارلوس كروش نفسه جايب وجوه وبيجرب وبيشوف والامور ايه، بتلعب شوط حلو وتروح منك شويه وترجع. لكن امبارح اديتنا الاردن درس 40 دقيقه من كوره اكثر من رائعه. ده كان نتيجه فعله ايه؟ ان هما كان بيلعبوا محمد الشناوي في ال 40 دقيقه دول. صحيح، محمد الشناوي كان هو بطل المشهد. صحيح. في الليله دي وكان ممكن الماتش يخلص 2 ويخلص 3، لكن كان نتيجته ايه؟ انك انت نازل وعندك ثقه انك انت هتكسب الاردن والفارق والكلام اللي احنا عارفينه. هو ده احنا كده، احنا عندنا حته كده بعض الاحيان لما تفقد احترام المنافس يكون نتيجه المنافس فوقك. اكيد. فلما فقت ونزلت الشوط الثاني وربنا كرمك واداك التعادل في وقت قاتل، خلاك تيجي الشوط الثاني وانت فايق خلاص. هنا قدمت المباراه وقدمت المستوى. الكلام ده بقى مش هيتحمل مع الماتش الجاي. احنا هتلاعب، هنتكلم عن الماتش الجاي يا استاذ سامي، لكن في النهايه انت وانت بتلعب الاردن هي مباراه صعبه، مباراه مهمه. المدربين المصريين كان لهم دور كبير في تكوين منتخب الاردن في الفتره، النجم الكبير طبعا الله يرحمه وأسطورة كرة القدم المصرية كابتن جوهري، ومن بعده كابتن حسام وعلاء نبيل. طبعا فبالتالي هي مباراة كانت صعبة وكل حاجة، ولكن استطاع كيروش الحقيقة ان هو يتصرف في هذه المباراة بذكاء على الرغم من كمية الإصابات اللي كانت موجودة ما قبل. الصعوبة اللي كانت فيها شوية التهاون اللي حصلوا مع منتخبنا في ال 40 دقيقة الأولى، أو زي ما قال الأستاذ محمود، يعني كنا بعيدين جدا عن مستوانا في مباراه المجموعه. استطعنا يعني بعد يعني ما تلقينا الهدف ان احنا منتخب مصر استيقظ متاخرا جدا، ويعني ربنا كرمه بهدف التعادل في الدقيقه الاخيره من الشوط الاول. هذا التاخير كان درس يعني من دروس كرة القدم، تدرس كرة القدم في لأن أول مرة نلعب بطولة هذا الجيل، يعني يلعب بطولة على بعضها. طبعا أنا مش عايز أتذكر بطولة أمم أفريقيا 2019، مش وقتها يعني. فاللي حصل في مباراة الأردن حالة مختلفة ما بين الشوط الأول والشوط الثاني والوقت الإضافي. يعني كروش ما بين الشوطين عمل لمسات، ربما في التغيير، ربما في الكلام هو مع عدل. بس الفكره الراجل محترم من الناس عدل. اللي كانت القناجة بقى قال لك عدل الحكايه الحقيقه، عدل يعني عدل الفرقه حد كبير، كل واحد على عدلته. وطبعا الشوط الثاني انتهى
من دون اهداف لحد ما دخلنا الوقت الاضافي، وكانت الصحوه بقى الجامده جدا. لعبتنا عاشت المباراه بقوه وحماسه، وقدرت تتعامل مع الجمهور اللي في المدرجات كمان. يعني ده كان له يعني عامل سحر عالي جدا. اللعيبه دي اغلبها زي ما انت يعني قلت تشوفوش جمهور، ما بشافش جمهور، وما ده ما اتعاملتش مع جمهور بهذا الحجم في مصر طبعا. فيعني من حظها ان الجمهور ده موجود بره في قطر، اللي نجحت الى حد جامد جدا في تنظيم البطوله. وانا شايف ان الجمهور ده هيكون له دور مع الاهلي في كاس العالم للانديه ان شاء الله. تمام. فبالتالي يعني الفرقه يعني انا شايفها ان هي بخير ومرشحه جدا لتجاوز عقبه تونس. طيب المباراه القادمه تونس ومصر هي مباراه صعبه، مباراه مهمه. المنتخب التونسي يملك العديد من الاوراق اللي تسمح ليه ان هو يعمل مباراه قويه مؤكد امام المنتخب المصري. ايه راي حضرتك؟ لا طبعا هو زي ما قالوا الاساتذه، احنا طول الوقت بنستمتع ان عندنا لعيبه كتير، لكن الحقيقه كيروش بيعمل حاجه مهمه قوي. كيروش عارف ان في خمسه سته هيجوا من بره زي كل الشريحه بتاعته دي اللي هم يعني الليفل العالي في المدربين، بيستنوا اللعيبه اللي جايه من بره والباقي يكملوا منها بالاعمده الاساسيه بقى، الشناوي وحجازي والونش خلاص، واكرم مثلا حد على الشمال من جوه، حمدي طبعا والسوليه، وهيجي بقى السته ولا حاجه اللي قيدهم محمد صلاح. وبالتالي هو مش وجع قلبه قوي، عمال يجرب في ناس، بيقول لك بدل ما ثبت ناس يجوا، لما يجوا الاجانب يزعلوا ان انا بستبعدهم. وبالتالي اذا عدل التيم من اول ما يبدا بقى قدر اللاعبين في ايدهم، يعني اذا عدل التيم فعلا لعب بزيزو على اليمين من غير فتاكه كده، وبالراجل احمد رفعت وشريف راس حربه مبدئيا يعني، وربنا يكرم يكون حمدي يعني يا رب يكون سليم. وانا عايز ابقى اقول حاجه على اصابات اللاعبين دي، يبقى خلاص التيم كده ماشي الحال. وتونس مغرب اهلا وسهلا، احنا قد اي حد يعني ما دام الموضوع كله. طيب اصابات اللعيبه بس عشان اصابات اللعيبه، الحقيقه انا مهتم قوي بالقصه دي، واملي انه طبعا مع تواصل الاجهزه الطبيه امل ان اللعيبه تبقى محترفه هناك. في 2-3 من كباتن الشناوي، انا اسف اقول لحضرتك بس قطعك، ان كابتن سعد الحفيظ كلم الكابتن. طبعا عرفت، بتكلم عن اللعيبه بقى. اللعيبه بقى عليهم ان هم يبقوا محترفين حقيقيين، لعيبه اسماء كبيره، لا احد يغامر بنفسه. الوطنيه مش دي، لو قالوا له كده اوعى تصدق، مش دي الوطنيه، بالعكس الوطنيه انك تبقى سليم محافظ على نفسك. هناك الكثير والكثير من المعارك الكرويه يعني هتخوضها، فلازم تبقى فت. وبالتالي راجع طبيبك وشوف الورق بيقول ايه، والايميلات والكشوفات والاشاعات، ده ما يعبكش في حاجه. انت نجم، والنجم ده محتاجه الوطن. انا ما بتكلمش عشان النادي والله، عشان البلد دي عندها معتركات كرويه اخرى وفرصه ان زميل اخر يلعب. يا جماعه المباراه 50-50 يا كابتن، زي اي حد. طيب. وانت بتلعب وانت مصر لازم يبقى ده احساسك. اخيرا برضو تاكدنا خلاص من دون تفسير، المنتخب المصري سيخوض بطوله كاس افريقيه بكامل نجومه، والنادي الاهلي ايضا سيلعب مباراته في بطوله كاس العالم للانديه بكامل نجومه. عروسنا. وبالتأكيد اتحاد كرة القدم كان له دور، يعني بنشكرك جدا يا كابتن احمد. وليس كل ما يعرف يقال، مش عايزين نعرف. انا عايز اقول لحضراتكم حاجه، انا مش عايز اعرف حاجه، انا اللي يهمني انا كمشجع اهلاوي يعني، ولا برضو في دقيقه يعني اخد راي حضراتكم، انا كمشجع او كمصري انا يهمني ان منتخب مصر يصل للمباراه النهائيه ويلعب بنجوم الاهلي، وان النادي الاهلي يصل لمباراه الافتتاح ويلعب بنجوم الاهلي. احرص على انه يعمل اللي هو عايزه بقى، انا ما عنديش مشكله. اتفضل كابتن اسلام. اتفضل. النادي الاهلي ومسؤولينه هيكونوا احرص على انه منتخب مصر يلعب بكام النجوم. طبعا اصلا ما بحبش اتكلم في النقطه دي، لان ما ينفعش حد يزايد على النادي الاهلي. ده عشان انت لازم تقفل الباب على المزايدين اللي هيقولوا الكلام ده. ما حدش يقدر يزايد على الاهلي لو قعد من هنا لغايه عمره كله ما ينتهي، لانه الموضوع اكبر من كده. الاهلي هو الحريص، هو الداعم، وهو بيتحمل وما بيتكلمش. ولازم الناس فاهمه يا جماعه. وبعد الماتشات 48 ساعه ما كملوش لعب، جاي من سفريه. طيب. انا عايز اقول لك انه لا يعني الموضوع مش مساله اهلاويه، نسمع بعض عشان نخلص. حريص على الكلام ده، وحريص على انه برضه بطوله من حقه ان هو عنده امل يروح فيها المكان ابعد، خد ثالث نفسه يلعب الفاينل. ممكن يبقى عنده فلوس، هو دعم وجاب لعيبه واشترى وعمل ده كله عشان عنده تفكير في خطوه ثانيه مهمه جدا عاوز يعملها وشايف انه يقدر يعملها. فاتمنى ان شاء الله انه يعني المهندس احمد مجاهد والمهندس هاني بريدة يكون لهم دور، انا اتمنى يكون لهم دور انه يبحثوا عن حل. تمام. مناسب ويرضي جميع الاطراف. استاذ سامي،
يعني طبعا زي ما على التصريح يعني التصريح انا متفائل بقدر ما من محتواه. انا في شيء بيجري في الخفاء ربما ان لحل هذه المشكله. انا طبعا بقول ان لعيبه الاهلي ولعيبه منتخب مصر ما بيخدموا مصر بالظبط الاثنين، فبالتالي دي مسؤوليه على كابتن احمد مجاهد، مهندس احمد مجاهد، واي مسؤول مصري يقدر اذا كان هاني بريده او غيره يقدر يساعد في حسم هذه المشكله والوصول بها والخروج بها بحل يرضي الفرقتين. خلاص ما هو واضح، من الواضح اصل عشان يطلع مسؤول الاول عن كره القدم في مصر ويقول هذا الكلام لازم يبقى عنده حل، ولا ما تبقاش مروغه بس اهم حاجه ما تبقاش مروغه. طيب اتفضل يا استاذ اسامه. انا اللي عايز اقوله بس انه من المآسي يعني وما اكثرها الحقيقه، في الواحد مصدوم من الناس اللي كنا بنحلم معاها انه في 2021 مئويه كره القدم تبقى بالشكل ده، والمدهش انك تقول الراي العام المصري اللي مش قاصر ليس كل ما يعرف يقال. هو اتحاد دولي ولا مافيا ولا ايه العمل السري؟ ولا احنا محتاجين مثلا شيم كونري زمان جيمس بوند عشان يبقى معاه الساعه اللي بتعمل كده؟ عيب والله، عيب عيب. البلد دي بتتغير، البلد دي بقى فيها جمهوريه جديده، بقى ليها عنوان اسمه مصر الجديده. انا معلوماتي انه فعلا هذا الكلام 99% صح. الاهلي سيلعب بكامل نجومه لانه دي. طب ما تقول لنا ازاي؟ ما انا بقول لحضرتك بالاتفاق بين دكتور موتوسيبي والسيد بغض النظر يعني ازاي حضرتك ازاي هيعدلوا المواعيد؟ هيعدلوا حل تاني اول ده دي معلومه يعني ولا طبعا انا ما اعرفش. هو في حاجتين، هو الاقرب انه معدلوا الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي في كلام عن ملعب الافتتاح، ده رابط مهم ممكن يتاخد ايام مقابل بطولات تطلع بشكل كويس، ويمكن ده اللي ليس كل ما يعرف يقال ان هو لسه ما يعرفش، فلما يعرف هيقال. يمكن بس يمكن. عموما انا في النهايه انا كمشجع اهلاوي وكاحد جمهور انا اتمنى ان اللي يهمني ان بلدي بلدي ان منتخب مصر يبقى هو اللي بيصل النهائي وبيلعب بنجوم الاهلي بالزبط. اذا كان في نجوم في الاهلي والاهلي بيلعب في الافتتاح بنجومه وهو ده اللي يهمني كمشجع. اللي بيحصل بقى نبقى لما نعرفه في الكواليس من حضراتكم يبقى نقال يبقى نقال صحيح على فكره الفتره اللي جايه. انا بشكرك جدا يا استاذ محمود على وجودك معانا، شكرا جزيلا. اشكرك يا استاذ سامي على وجودك معانا، شكرا جزيلا. اشكرك يا استاذ محمود على سلامتك. الله يسلمك يا حبيبي، ربنا يخليك. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله حلقه بكره زي ما حضراتكم عارفين حلقه بكره تبقى الساعه 11 بعد حلقه ملك وكتابه اللي بتنتهي في تمام الساعه 11 ل 10، فبكره هكون مع حضراتكم على الهواء مباشره في تمام الساعه 11. اشكركم واشوف حضراتكم على خير.